مودرن فيوتشر يضرب بقوة يفوز على الهلال الليبي بخماسية في الكونفدرالية ويلحق بالزمالك. بفوز كبير ومستحق بخمسة أهداف دون مقابل على الهلال الليبي تأهل مودرن فيوتشر إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ده حصل بقيادة المدرب الشاب الطموح تامر مصطفى علشان مودرن فيوتشر يلحق بالزمالك اللي تأهل لنفس الدور رغم أن منافسه سوار الغيني ما جاش. لكن يا ترى يا هل ترى هل ممكن نشوف مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك ومودرن فيوتشر في ربع النهائي؟ الله أعلم. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده مودرن فيوتشر فاز على فريق الهلال الليبي بخماسيه نظيفه وقدم مباراه كبيره ورائعه وتاكد صعوده للدور القادم. وكده كانت صعد قبل هذه المواجهه ولكن تاكد صعوده كمان وبنتيجه كبيره. علي زعزع سجل اول اهداف مودرن فيوتشر النهارده في الدقيقه 22، بعدها محمد صادق اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 45، ثم سجل احمد عاطف الهدف الثالث في الدقيقه 55، والمتالق جوزيف نجويم سجل الهدف الرابع في الدقيقه 70، واختتم احمد عاطف اهداف مودرن فيوتشر الهدف الثاني له في هذه المواجهه، الهدف الخامس للفريق في الدقيقه 88. طيب في نفس الوقت النهارده سوار الغيني ما جاش، ما حضرش مباراة الزمالك، وبالتالي ألغيت المباراة بقرار من الكاف وهيتحسب المباراة نتيجتها لنادي الزمالك. خاطب الكاف نادي الزمالك النهاردة علشان يتأكد من إلغاء المباراة، وبالفعل الكاف في بيان رسمي أكد إلغاء هذه المواجهة واحتسبت المباراة لصالح نادي الزمالك بحسب اللائحة. الزمالك بشكل طبيعي هيتجه بكرة الاثنين إلى السعودية استعدادا لمباراة نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي. اللائحة بقى بتقول إيه؟ القرار المتوقع من الكاف اتجاه سوار الغيني بعد عدم حضوره لمباراة الزمالك النهارده. تعال أقول لك. كده كده الزمالك صعد متصدرا لهذه المجموعة ب 13 نقطة، يعني حتى هذه اللحظة لما النتيجة تحسب له كمان هيبقى 16 نقطة. اللائحة بتقول ايه؟ اعتبار الفريق الغيني مهزوما بنتيجة 3-0، واذا تقرر اعتبار نادي سوار مهزوما فانه قد توقع عليه بعض العقوبات الاخرى، قد تصل الايقاف من المسابقات الافريقية وغرامة مالية بحسب لائحة الكاف الخاصة ببطولة الكونفدرالية الافريقية. لكن قد تنقذ المادة رقم 16 من لائحة الانسحاب من البطولة والمباراة في بطولة الكونفدرالية الفريق من توقيع عقوبات مغلصة في حالة قبول اللجنة المنظمة أن سوار لم يستطع حضور المباراة بسبب حالة من القوى القاهرة، وقتها سيتم تغريم سوار ماليا فقط. أعتقد هي دي اللي هتتحسب على سوار يعني. طيب مين بقى بعد خلاص ضمان صعود الزمالك ومودرن فيوتشر؟ الزمالك متصدرا مجموعته ومودرن فيوتشر في المركز الثاني من مجموعته. الفرق اللي تأهلت إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية هي الفرق التالية. في المجموعة الأولى صعد اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر، في المجموعة الثانية صعد الزمالك وبوسليم الليبي، المجموعة الثالثة صعد دريمز الغاني مع ريفرز يونايتد النيجيري، والمجموعة الرابعة صعد منها نهضة بركان المغربي والملعب المالي. المنافسون المحتملون للزمالك، الزمالك ممكن يلعب مين في الدور اللي جاي؟ هيلعب اصحاب المراكز الثاني بعيد عن مجموعته
احنا بنتكلم في مودرن فيوتشر وريفرز يونايتد والملعب المالي، يعني وارد انه يبقى في مواجهه مصريه خالصه ما بين الزمالك ومودرن فيوتشر في الدور القادم. المنافسون المحتملون لمودرن فيوتشر متصدري المجموعات الاخرى غير مجموعته اللي هم الزمالك ودريمز الغاني ونهض البركان المغربي. ده فيما يخص ما حدث في الكونفدرالية الأفريقية، الزمالك ومودرن فيوتشر. وعجبني أنا حكاية مودرن فيوتشر بصراحة، فريق اتكون بشكل سليم وفريق التصاعد بتاعه تصاعد طبيعي. يعني يتكون بشكل سليم، كون بشكل سليم، يدار بشكل سليم، فرقة كلها مش نجوم وأسماء صف أول، لا، في لعيبة صف أول، في لعيبة شباب، في لعيبة عندها طموح، في تفاصيل كده. مديرين الفنيين حتى اللي بيشتغلوا مع مودرن فيوتشر دايما مميزين منذ صعود الفريق للدوري الممتاز. واتصور ان مودرن فيوتشر لسه مشواره طويل باذن الله في الكونفدراليه الافريقيه، بشرط وانا ما اتمناش كده ان هما الاثنين ما يلعبوش بعض، الزمالك ومودرن فيوتشر، عشان نضمن الاثنين يوصلوا لابعد نقطه وحد فيهم ياخد البطوله باذن الله. دي حكايه. الحكايه اللي جايه دي بقى هي الحكايه الاهم. الحكايه الاهم انفراد لبرنامج رقم 10، قائمة المنتخب الأولى للكابتن حسام حسن. الآن هقول لحضرتك القائمة المبدئية اللي تواصل معاها الكابتن حسام حسن والجهاز الفني لمنتخب مصر لإنهاء إجراءات السفر وخلافه. القائمة المبدئية اللي هيتم اختيار عدد من اللاعبين منها للسفر إلى الإمارات المعسكر القادم، بس اللي جايين دول هي القائمة المبدئية. 52 لاعب، دول 52 لاعب اللي اختارهم الكابتن حسام حسن في قائمته الأولى لمنتخب مصر. هيتم تصفيتهم طبعا الأيام القليلة القادمة قبل معسكر الإمارات، بس مش هيبقى في أسماء بره ال 52 لاعب اللي هقولهم لك دلوقتي. دول 52 لاعب دول اللي هيشتغل عليهم الكابتن حسام حسن وياخد منهم لمعسكر الإمارات. فيهم بعض المفاجآت، كثير من المفاجآت. تعال نشوف القائمة. أولا حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد بسام، المهدي سليمان، محمود جنش، وأحمد الشناوي، ومحمود جاد. مفيش مصطفى شوبير، عشان الكلام كتير كان مصطفى شوبير ممكن يخش، مفيش. الظهير الأيمن اختار ثلاث لاعبين: محمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق. في الظهير الأيسر اختار ثلاث لاعبين: أحمد فتوح ومحمد شكري لاعب سيراميكا ومحمد حمدي لاعب بيراميدز. المدافعين ثمان لاعبين: اختار أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهب وباهر المحمدي ومحمد ربيعة مدافع مودرن فيوتشر وعلي جبر. دول المدافعين اللي اختارهم الكابتن حسام حسن في قائمته المبدئية. نروح للاعب الوسط، فيها مين؟ فيها حمدي فتحي، فيها مروان عطية، محمد رضا بوبو، إمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا، وعمر الساعي لاعب الإسماعيلي، وغنام محمد لاعب مودرن فيوتشر. لاحظت طبعا انه كمان في الظهير الايمن مفيش عمر كمال عبد الواحد، يعني هو مش حاطط عمر كمال عبد الواحد في حساباته في القائمه الاولى. صانع اللعب او صناع اللعب يعني: محمد مجدي قفشه من الاهلي، عبد الله السعيد من الزمالك. ركز، عبد الله السعيد بعد فتره غياب طويله جدا في قائمه مبدئيه لمنتخب مصر مع الكابتن حسام حسن. محمد ابراهيم بعد برضه فتره غياب طويله جدا لاعب سيراميكا كليوباترا، ومحمد هلال لاعب البنك الاهلي، ومحمود صابر لاعب بيراميدز. الجناح الايمن اختار اربع لاعبين: محمد صلاح، زيزو، مصطفى فتحي، وعبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي. الجناح الايسر اختار محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات، رمضان صبحي رغم انه بقاله فتره ما بيشاركش بشكل اساسي مع بيراميدز، مصطفى شلبي من الزمالك، ابراهيم عادل من بيراميدز نفس الامر زي رمضان صبحي، مصطفى زيكو المتالق جدا في الدوري لاعب زد، ونادر فرج الموهبه الممتازه اللي بتلعب دلوقتي او المهاجم الحالي مع الاسماعيلي، بيلعب مهاجم وجناح يعني.
ايضا اختار في الهجوم مين بقى؟ مصطفى محمد، محمد شريف، محمود كهربا، واحمد عاطف، ومحمد الشامي لاعب المصري، واحمد امين اوفا لاعب انبي. دي قائمه الكابتن حسام حسن الاولى لمنتخب مصر. دي اللعيبه اللي حط عينيه عليهم في قائمته الاولى. برضو مره اخرى، دي مش القائمه النهائيه اللي هتسافر، بس مفيش لعيبه هتخش منتخب مصر في اللي هيسافر الامارات بره هذه القائمه المبدئيه. 52 لاعب هياخد من ال 52 دول للسفر للامارات. يعني مثلا مفيش عمر كمال عبد الواحد، كان في كلام ان مستوى شوبير ممكن مفيش، دول مش موجودين. طبعا هو كان مستبعد محمد النني من قائمه المحترفين وحضراتكم عارفينها. نفس الامر الكوكا اللي هو احمد حسن كوكا، احمد نبيل كوكا موجود في القائمه لاعب النادي الاهلي. عايز اعيدها لحضراتكم بعد اذنكم عشان دي برضو حاجة مهمة وحدث مهم جدا وانفراد مهم. الرقم 10، القائمة الأولى للكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. يلا نعرض تاني الأسماء بسرعة، نقول الأسماء مرة أخرى. في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام والمهدي سليمان ومحمود جنش وأحمد الشناوي ومحمود جاد. في الظهير الايمن محمد هاني وكريم فؤاد واكرم توفيق ويغيب عمر كمال عبد الواحد. في الظهير الايسر ثلاث لاعبين، احمد فتوح ومحمد شكري ومحمد حمدي. في الدفاع احمد حجازي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر ابراهيم واحمد رمضان بيكهام وباهر المحمدي ومحمد ربيعه وعلي جبر. مفيش احمد سامي، كان موجود في كاس الامم الافريقيه برضه بالمناسبه. يعني خط الوسط المدافع فيه سبع لاعبين، حمدي فتحي ومروان عطيه ومحمد رضا بوب وامام عاشور واحمد نبيل كوكا وعمر الساعي وغنام محمد. في صناعه اللعب خمس لاعبين، محمد مجدي قفشه، عبد الله السعيد، محمد ابراهيم، محمد هلال ومحمود صابر. في الجناح الايمن محمد صلاح واحمد مصطفى زيزو ومصطفى فتحي وعبد الرحمن مجدي. وفي الجناح الايسر تريزيجيه ومرموش والشحات ورمضان صبحي ومصطفى شلبي وابراهيم عادل ومصطفى زيكو ونادر فرج. في الهجوم مصطفى محمد ومحمد شريف وكهربا واحمد عاطف ومحمد الشامي واحمد امين اوفا. دي قائمه الكابتن حسام حسن لمنتخب مصر، القائمه الاولى ليه. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر مع الكابتن حسام حسن، كل التوفيق للجهاز الفني وكل اللاعبين المختاره. ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه. وهفضل أقول وهفضل أكرر، لو سمحتم خلوا الأجواء هادئة، سيبوا الراجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا رب يكرمنا، يلا نرش مية ونقول ربنا يفتحها علينا. بلاش ضغوط مبدئية، مش بسم الله الرحمن الرحيم كابتن حسام حسن يختار مين وليه وإزاي وصلاح وحكاية وهيلعب إزاي، ده لسه الراجل حتى ما لعبش مباراة واحدة. وبالعكس يعني انا كمان بطلب بالعكس من الكابتن حسام ومعاه الكابتن ابراهيم حسن وباقي الجهاز، هم محتاجين هم كمان اللي يفرضوا الهدوء على الجميع. ما نسمعش ازمات، ما نسمعش مشكله، قصه محمد صلاح دي تخلص بشويه تليفونات صغيره وسهله وبسيطه ونفهم ونعرف ونشوف الحلول بتاعتها ايه. محمد صلاح هيفضل اسطوره كره القدم المصريه واحد اهم اللاعبين ان لم يكن اهم لاعب في تاريخ كره القدم المصريه. كابتن حسام حسن هو اسطوره كره القدم المصريه وواحد من اهم اللاعبين اللي جم في القاره الافريقيه. فالامور سهله وحلوه ونفرح ان يبقى منتخب مصر في لاعب او مدرب اولا بقيمه الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون، وفي لاعب عظيم زي محمد صلاح. العلاقه دايما تفضل عظيمه، وعلاقه الكابتن حسام بكل اللاعبين مش بس محمد صلاح. ومحمد صلاح جزء من منتخب مصر، جزء كبير ومهم طبعا، ولكنه جزء من منتخب مصر. لا نحب ان يبقى عنده مشكله، ولا نحب كمان يبقى المنتخب مصر عنده مشكله، ولا كابتن حسام هيبقى عنده مشكله، وهيفضل منتخب مصر دائما وابدا حرفيا يعني هو فوق الجميع، فوق كابتن حسام حسن، فوق كابتن محمد صلاح، فوقينا احنا شخصيا، فوق كل الناس. منتخب مصر الاولويه دائما وابدا ليه. طيب معايا عبر الهاتف الان الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. يا فندم مشرف ومنور كالعاده. مساء الخير الزميل والصديق العزيز، وبستمتع بيك دايما متالق
بحسك الوطني وبحسك ايضا التحليلي والفني. والله كريم بكون مستمتع جدا بحواري معاك، يا رب يخليك، ومستمتع بالمقدمه اللي انا كنت بسمعها كالعاده دايما متالق يا رب يخليك يا دكتور عبد. انا اللي بتشرف دايما بوجودك معايا حقيقي. الله يبارك فيك يا رب. طيب انا كنت هبدا بحاجات تانية، بس بما اني كنت بتكلم في الجزئيه ديت، جزئيه محمد صلاح والحكايه بتاعت محمد صلاح وخطاب ليفربول واتحاد الكره وبيانه، يعني الوضع بالنسبه لحكايه محمد صلاح دي مهم جدا الناس تفهمها بوضوح. يعني أنا استمتعت بكلامك، وهاخد من يعني خيط الحديث من آخر جملتين قلتهم. أشكرك يا فندم. إن محمد صلاح هو لم يكن أفضل لاعب في تاريخ مصر وفي القارة الإفريقية، فهو أسطورة من أساطير اللي سطر التاريخ، عمر ما حد يقدر يمحيه. كابتن حسام حسن نجم مصر عبر عصور عديدة جدا في كأس العالم وفي كأس الأمم الإفريقية وفي الدوري العام، واحد من الهدافين اللي كلنا كنا بنستمتع بيهم. العلاقة اللي بتجمع الجهاز الفني لمنتخب مصر اللي زي ما حضرتك قلت لسه ما لعبوش ولا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، والناس بدات تريا كمان من خلال السوشيال ميديا، وبقت هي الهم بتاعنا بالليل نصحى وبالنهار نلاقي نفس الكلام مكتوب. الناس عايزه تشوف اي حدوته واي حاجه تبني عليها حكايه تقعد تحكي فيها. للاسف الشديد ما عندناش واحد واحد يساوي اثنين. الموضوع باختصار وانت سيدي العارفين، ان انت في الاجنده الدوليه بيبقى لك توقيت معين ووقت زمني محدد بتطلب فيه لاعبيك المحترفين، والا لو تجاوزت هذا الموعد لا يحق لك استدعاء اي لاعب من اللاعبين المحترفين، سواء كان كابتن محمد صلاح او تريزيجيه او مصطفى محمد او حجازي او مرموش او محمد شريف، اي لاعب من اللاعبين المحترفين اللي بيتم استدعائهم لمنتخب مصر. عندك فتره زمنيه محدده، اذا لم يقم الاتحاد المصري بارسال الدعوه لاستدعائهم ل التوقف والأجندة الدولية وجيت بعد ما انتهت المدة لا يحق لك استدعاء، والنادي ما يفرطش في اللاعب بتاعه. صحيح. ده عرف متعارف، وده لوائح بتحكم الاتحادات الأهلية مع الأندية اللي بيحترف فيها اللاعبين. وبالتالي لما اختار الكابتن حسام حسن سبع لاعبين محترفين وعلى رأسهم طبعا القيمة الكبيرة كابتن محمد صلاح، أرسل الخطابات لنادي ليفربول هناك عشان استدعاء محمد صلاح في الأجندة الدولية اللي هتبدأ يوم 18 ومعسكرنا يوم 22. النادي الإنجليزي انت كلنا متابعين الدوري الإنجليزي، وكلنا بنكون في شغف لأي مباراة لليفربول عشان نتابع محمد صلاح وتألق محمد صلاح. شايفين بقاله ماتشين ثلاثة منهم نهائي الكاس هناك ما لعبش، وبالتالي الإصابة تجددت. فالنادي قال ان محمد صلاح احنا يعني بنتمنى من الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني ان احنا نترك محمد صلاح في انجلترا عشان يواصل برنامجه التاهيلي والعلاجي لغايه ما يتم شفائه. طيب احنا دلوقتي في الاتحاد المصري متفاهمين ده تماما، والجهاز الفني متفاهم ده تماما بقياده الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. زي ما انت عارف ان سلامه نجم كبير بحجم محمد صلاح واي لاعب في منتخب مصر ده هو اللي بيهمنا في المقام الاول والاخير، لان الاصابه اذا لم يتم التعافي منها بالوجه الصحيح هتتجدد مرة ثانية وهتخسره على المدى البعيد والمدى القريب، واحنا مش عاوزين كده. لو احنا صبرنا بعض الشيء اللاعب هيتعافى تماما وبالتالي هيفيد المنتخب. ممتاز. واحنا مقبلين ممتاز. على مباراتين مهمتين جدا في شهر 6 هيكون مفتاح التأهل لكأس العالم. وبالتالي احنا لسه عندنا الفترة النهارده 3 ولسه الأجندة هتبدأ يوم 18، عندك 15 يوم. خلال الفترة دي يا كريم وانت عارف عندنا 4 مباريات لنادي ليفربول هناك في انجلترا. لو محمد صلاح تم تعافيه هنلاقيه بيلعب وخلاص تمام ومفيش ازمه وهيرجع. محمد صلاح لسه الاصابه موجوده عنده، في اتصالات مستمره من الجهاز الطبي للمنتخب المصري مع الجهاز الطبي للنادي الانجليزي، وبالتالي مفيش اي مشكله اطلاقا. الجهاز الفني متفاهم ده تماما، والجهاز الفني اكثر الناس حرصا على وجود لاعب كبير بقيمه محمد صلاح في صفوف المنتخب، لان هو كابتن المنتخب سواء كان داخل المستطيل الاخضر او خارج المستطيل الاخضر. يا جماعه الجهاز الفني يعي تماما اهميه محمد صلاح ووجوده في منتخب مصر، كما يعي تماما محمد صلاح دوره كقائد المنتخب واهميه مدير فني بحجم كابتن حسام حسن موجود على راس الجهاز الفني لمنتخب مصر في الفتره الحاليه. طيب انا عايز اسالك يا دكتور ايهاب على سيناريو وارد انه يحصل، يعني انه محمد صلاح يشارك في واحده من المباريات او اكتر، يعني ان شاء الله ربنا يعافيه ده اهم شيء، ويلعب الاربع مباريات كمان مع ليفربول يبقى جاهز لمنتخب ان شاء الله. بس افرض مثلا جه بعد مباراه او اتنين فارسل الجهاز الطبي ليفربول يقول لك والله بص هو صحيح لاعب بس هو لسه مش سليم 100%، وده التقرير الطبي اهو انا بعته لكم،
قولوا لي ينفع يجي ولا مش هينفع يجي، عشان احنا شايفين ان هو ما ينفعش يجي ومفروض يتأهل هنا. يعني انت احنا كمان فهمنا في الكوره كويس في الامور الطبيه اللي ممكن لاعب يلعب وهو مش جاهز 100%، يكون مثلا ليفربول اضطر يلعبه بس هو مش جاهز 100%، فليفربول بعتوا الجهاز الطبي تقرير بيقول هو لسه ما بقاش جاهز 100% ومحتاج تأهيل اكتر. ساعتها هنا هيبقى ردنا ايه؟ سؤال اعلامي اكثر من رائع. شكرا. وانا لو موجود لازم يعني سؤال زي ده لازم يتسال، وبصراحه انا بحييك عليه. لكن برضو خليني في المقام انا كمتحدث في الاتحاد المصري لكره القدم، حول لحضرتك بلاش اللي انا افترض سوء النيه. خلينا يعني بلاش، خلينا نفترض الافضل، وانت عارف الناس بره ما فيش تدليس في الدول دي اطلاقا. اللاعب معافى وبيلعب خلاص، بياخد المباراة وبيشارك وبيجري وبيروح بما كلنا شايفين. وبالتالي الناس دي ما عندهاش الحتة دي اللي هو يكون سليم ويقول لك لا ده لسه الإصابة مش عارف ايه. فخلينا نفترض الناس دي ناس بروفيشنال زي ما بنقول، ناس ما عندهمش الحاجة دي اطلاقا، واحنا معاهم في حسن النية تماما. ومحمد صلاح اكثر الناس حرصا على وجوده في منتخب مصر، واحنا كلنا عارفين ده بحس الوطني. ولو هو سليم اول واحد هتلاقيه هو اللي جاي وعاوز يشارك مع منتخب مصر، سعادتنا بيه دايما. يعني زي ما بقول لك يا كريم، محمد صلاح اللي عاشر صلاح ويقرب منه في المعسكرات هلاقيه اكثر اللاعبين تواضعا، اكثر اللاعبين حرصا على نجاح اي معسكر، اكثر اللاعبين اللي هم متفاهمين جدا للتعليمات وعارف دوره كقائد داخل الملعب وخارج الملعب. صدقني والله محمد صلاح من اللاعبين اللي بيحبوا بلدهم وعاشقين لبلدهم، وعمره في يوم من الايام ما هيكون في ادعاء للاصابه، هيكون اكثر ناس حرصا على التواصل. هل في الساعات الاخيره دي حصل اي تواصل مع محمد صلاح سواء من الاتحاد او من الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ انا مع لا من الاتحاد ما عنديش المعلومه، اعتقد لا، لان الامر مطروح للجهاز الفني. النهارده كان عندنا اجتماع مجلس اداره، كان موجود الكابتن حازم امام موجود فيه، وكان الكابتن محمد بركات موجود فيه، وكلنا كنا موجودين تمام. لاول مره يعني نجتمع من فتره طويله بعد ما الكابتن حازم كان طبعا الاصابه بتاعته الحمد لله خف وظهر في برنامج تلفزيوني لاول مره برضو، لان الناس كانت تقول لك حازم امام فين؟ نقول يا جماعه حازم من يوم ما جه من كوت ديفوار بيمر بازمه صحيه شديده جدا، ما كانتش الناس مصدقه. اول مره يظهر كان الخميس اللي فات، النهارده كان موجود في اجتماع مجلس الاداره من اوله لاخره. وبرده الكابتن حازم انت عارف علاقته مع كابتن محمد صلاح علاقه طيبه جدا، علاقته بالتوأم كويسه جدا. والنهارده كابتن حازم هو في الاجتماع اكد على كده وقال يا جماعه احنا معانا اثنين من نجوم مصر وان شاء الله احنا متفائلين بهم خير جدا. وانا اعتقد ان هيكون في تواصل من الجهاز الفني مع كابتن صلاح، ممكن اسال كابتن غرام حسن فيها تواصل ولا لا، بس اكيد في تواصل، وان شاء الله ان لم يكن يبقى اكيد في تواصل خلال الساعات القليله القادمه. طيب. لان زي ما بقول لك احنا لازم نكون اكثر ناس حرصا على محمد صلاح. دكتور ايهاب، بالمناسبه مين حاليا المشرف العام على منتخب مصر من اتحاد الكوره؟ لغايه دلوقتي لم يتم الحديث في هذا الجانب اطلاقا. وبرضه عشان اقول اللي بعض الناس قالت لك ايه ده، الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم طلبوا بعدم وجود الكابتن حازم، وده ما حصلش اطلاقا. ان برضه الكابتن حسام حسن لعب مع الكابتن حازم امام، هو كابتن ابراهيم سواء كان في منتخب مصر او في نادي الزمالك في الفتره اللي لعب فيها، وقريبين من بعض جدا. ومن اول الناس اللي هن الكابتن حسام والكابتن ابراهيم بتوليهم المنتخب كان الكابتن حازم امام، واعلن ذلك على صفحته الرسميه. ولو الراجل كان معافى كان اول الناس هيكونوا موجودين في توقيع. دكتور ايهاب معلش، انا اسف للمقاطعه بس هسالك بوضوح. صح. هل ده معناه ان الكابتن حازم ما زال في مهمته مشرفا على منتخب مصر ولا هيبقى في اسم اخر؟ احنا بعد رحيل مستر فيتوريا لم يعني ما كانش في مدير مدير للمنتخب في الفتره اللي فاتت خالص. يعني مع احترام الكامل للكابتن غرابه، هو كان مدير الاداري للمنتخب مصر. لا 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 ثواني يا دكتور ايهاب، انا كده بتلخبط. هو كابتن محمد غرابه والمهندس محمد غرابه ما كانش مدير منتخب مصر؟ لا، تسكينه الرسمي داخل الاتحاد كان المدير الاداري لمنتخب مصر وليس مدير منتخب بس مصر. بس هو كان يعرف نفسه بهذا الاسم، واحنا كمان في اعلاميا كانت الناس تقول كده، واحنا في بعض البرامج قلنا لا. مع احترامي الكابتن شخصيه محترمه وعملت دورها على افضل ما يكون، يعني الراجل اللي عمل دوره. بس انا بقول لك التسكين الرسمي اللي كان موجود داخل مجلس اداره الاتحاد المصري بعد كابتن محمد بركات كان اتلغى هذا المنصب. فعاد منصب مدير الكوره مع الكابتن ابراهيم حسن. ممكن انت دلوقتي ما تبقاش محتاج عند الكابتن ابراهيم مدير الكوره، هيكون مع المجلس. ممكن احنا كمجلس نرى ان وجود مشرف على المنتخب، وهيكون في الحاله ديت الكابتن حازم امام. اولا الاستاذ جمال علام بصفته رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وبيكون مشرف على كل ما يخص الاتحاد سواء كان في المنتخبات، في كل المنتخبات هو له الاشراف الاول. لكن في حاله تعيين مشرف للمنتخب بكل تاكيد مش هنلاقي افضل من
الكابتن حازم امام بصفته نجم كبير جدا في عالم كره القدم والناس كلها عارفه كده، اللي هو هيكون حلقه الوصل ما بين مجلس الاداره وما بين الجهاز الفني. لكن احنا في الفتره دي زي ما بقول لك لم يتم التواصل لمرض الكابتن حازم في الفتره الماضيه. الحاجه الثانيه لان التواصل كان مستمر على طول ما بين الجهاز الفني ومجلس الاداره في تواصل مستمر. طيب هل الكابتن حسام حسن وجهازه الفني طلب اي تعديلات بشكل واضح في نظام الدوري الممتاز؟ يعني انت عارف ان الدوري الممتاز بيقول تبعيته الى رابطه الانديه هي اللي بتنظمه وليس الاتحاد المصري لكره القدم. احنا كلنا سمعنا. انا فاهم، بس من ناحيه ثانيه الكابتن حسام بيطلب منكم انتوا، يعني وانتوا هتوصلوا للرابطه، يعني انتوا وكان برضو في اجتماع حصل ما بين الكابتن حسام وما بين الرابطه مباشره، يعني برضو حصل نائب احمد دياب قاعد معاه والرابطه بالكامل، وكان ده في مقر الاتحاد المصري لكره القدم خلال اسبوعين ماضيين. عندنا الاستاذ عامر حسين زي ما انت عارف هو عضو لجنه المشرف على المسابقات اللي الدوري الممتاز، وعضو مجلس اداره الاتحاد، وحاله الوسط ايضا ما بين الرابطه وما بين الاتحاد. فلما كان قبل كده برضو طلب تاجيل بعض مباريات الدوري عشان الاجنده الدوليه، طلب من الاستاذ جمال علام، الاستاذ جمال علام تواصل مع الحاج عامر حسين بصفته عضو مجلس الاداره والمسابقات هناك، تواصل مع النائب احمد دياب بعد كده الحاج عامر حسين، ففي تفاهم في النقطه دي، ما فيش اي تضارب اطلاقا. شكل الدوري لما تيجي تسالني على المستوى الشخصي، انا طلبت كده من زمان، قلت يا جماعه لابد ان يكون هناك موسم استثنائي عشان نرحم اللاعبين المصريين من تلاحم المواسم المتتاليه. عندك اهلي، بيراميدز، الزمالك، فيوتشر في الكونفدراليه، ودوري رابطه ابطال، اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر كاس السوبر، وبالنسبه للنادي الاهلي كاس العالم، بالنسبه للنادي الاهلي كاس الرابطه، كاس مصر، يعني اللاعب ما بيلحقش ياخد راحه اطلاقا، وبالتالي اصابات متعدده جدا يا كريم خلال الفتره الماضيه العديد من اللاعبين المصريين في مختلف الانديه. لو بحثنا عن اسباب هذه الاصابات هتلاقي السبب الاول تلاحم المواسم وعدم حصول اللاعب على الراحه السلبيه. فاحنا محتاجين سنه باللغه البسيطه نرجع على نظافه مره ثانيه. يبقى الموسم معروف بيبدا يوم كذا بينتهي كذا، يبقى عندك شهرين، عندك ثلاثه، فتره الراحه السلبيه بتبدا فيهم معسكراتك مره ثانيه وهلم مجره. فده اللي احنا محتاجينه. النظام الجديد اللي مقترح نظام كويس جدا جدا جدا، وان شاء الله اللي هو ايه اللي هو ايه يا دكتور ايهاب اللي هم اتكلموا فيه ان هو يبقى عندي 18 نادي بيلعبوا دور اول كلهم مع بعض، وبعد كده بياخدوا التسعه الاوائل يطلع منهم الاربعه اللي هيشاركوا في البطولات الافريقيه، والاربعه دول اللي على لقب الدوري، والتسعه التانيين على صراع الهبوط زي هم موجود دلوقتي في دوري المحترفين بالضبط. دوري المحترفين كانت تجربه ناجحه جدا، وعلى فكره اثبتت نجاحها ان من اول اسبوع يا كريم شفنا المنافسه حاميه جدا بين كل الفرق، عشان كل فريق حريص على كل نقطه عشان عارف تبعيه النقطه دي انه هيصعد بالنقاط دي. بالمناسبه في اكتر من مدير فني في دوري المحترفين، انا فرصه ان انا اتكلم معاك وانت موجود معايا، يعني تواصل معايا بشكوى كبيره جدا جدا على مستوى التحكيم في دوري المحترفين. مش معظمنا بيتابع المباريات كلها، بس هما بيقولوا دايما ليه مباريات مهمه ما يبقاش فيها حكام دوليين، وليه حكام بعينها هي اللي تبقى موجوده في المباريات ديت. في شكوى عشان المنافسه كبيره زي ما انت بتتكلم في دوري المحترفين بالنظام ده، وانا معاك جدا انه اثبت نجاح في المنافسه القويه، ولكن في شكوى كبيره على مستوى التحكيم يا كابتن ايهاب. انا معاك تماما، الشكاوى بتوصلني لان انا على طول في اتصال دايما مع كل الانديه سواء كان في المحترفين او في الثاني او في الثالث، يعني التليفون ما بيبطلش طول اليوم. انا معاك، وبتجيلي حالات كثيره جدا وبنوصلها ل طبعا لجنه الحكام. طالبنا من لجنه الحكام اللي المباريات المهمه جدا في دوري المحترفين خلال الفتره القادمه، المباريات اللي موجوده في الدوري التائه في القسم الثاني باء وفي القسم الثالث، وحتى في دوره الترقي في الاقسام الرابعه لازم يبقى لها حكام مميزين، لان احنا في نهايه موسم واي خطا هيؤثر سلبا على يعني نتائج الفريق اللي تعب طول السنه، وبالتالي في تفاهم جدا، وده هنشوفه في المباريات القادمه في الدرجات المختلفه. لكن طول السنه زي ما انت عارف التصنيف اللي كان عامله مستر بريرا وماشي بيه، في حكام قدموا نفسهم بصوره طيبه جدا، وفي حكام يعني مستر بريرا شايف ان هم لا ما استحقوش ان هم يكونوا موجودين، وفي حكام في الدرجات الادنى هيصعدوا للدرجات الاعلى. فالخطا التحكيمي موجود في كل بلاد العالم، لكن انا معاك ان في اخطاء كانت في خلال الاسابيع الماضيه سواء كان في دوري المحترفين او في القسم الثاني بقى او في القسم الثالث، واحنا على طول اي شكوى بتيجي بتحال الى مستر بريرا وكابتن محمد فاروق واللجنه بالكامل، وفي تفاهم خلال الاسابيع القادمه يا كريم ان شاء الله ان هيكون موجود حكام كبار في المباريات المهمه في الدرجات الادنى. هايل. بالمناسبه دكتور ايهاب، العلاقه بينكم كاتحاد كوره وبريرا علاقه جيده ولا علاقه فيها بعض التوتر؟
لا مفيش توتر، خليني اكلمك بكل صراحه، احنا كنا مصرين على او في البدايه على ان حكامنا المصريين هم اللي يكونوا موجودين في نهائي الكاس، وانا فاهم سؤالك يعني يقول الى ايه. كلنا كنا بعد تفوق حكامنا في كاس الامم الافريقيه قلنا لا حكامنا يكونوا موجودين في نهائي الكاس. حكامنا هم اللي اداروا مباراه الاهلي والزمالك في مصر خلال الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها، وفي فتره المهندس احمد مجاهد، يعني احنا استمرنا بعد كده في الفتره اللي احنا تواجدنا فيها ما فيش حكم جه من بره حكم مباراه الاهلي والزمالك، ده حكام مصريين يعني ده احنا ماشيين على السنه دي. لا وبالمناسبه اوديكم الحق، وانا قلت الكلام ده امبارح، اشراككم واقتناعكم وتثبيتكم للحكام المصريين في المباريات المهمه الاخيره في البطولات الكبيره والمباريات المهمه، اعتقد ده كان ليه الفضل انه يبقى اختيار عدد كبير منهم في كاس الامم الافريقيه الاخيره ويتالقوا بشكل رائع جدا. بكل وده اللي احنا في البدايه، وانا طلعت واعلنت على لسان المجلس ان احنا هنستعين بحكامنا المصريين في نهائي الكاس، وكان الاتجاه كده. لكن زي ما انت بتقول احنا طبعا بنلعب الدوري بتاعنا يا دوب لسه راجع لنا ال 20,000 متفرج في المدرجات خلال الاسابيع القليله الماضيه، وكانت 5,000 وكنت نادرا لما تلاقي ملعب، فبرضه بنلعب مش تحت ضغط. لكن انا عاوز اقول لك حكامنا لما بيلعبوا بره في الترجي وفي النجم الساحلي وفي القاره الافريقيه في وجود جماهير بيثبتوا نجاح. صح. لكن انت بتتكلم في اهلي وزمالك، وعارف المباراه دي خارج مصر، وطبعا الصوره بتاعتنا لازم تكون صوره كامله. المدرجات التذاكر زي ما انت عارف نفذت عن اخرها، زي ما اعلن الجانب السعودي، ف وسائل السوشيال ميديا سربت ده الكابتن كريم اللي هيحكم المباراه، يطلع مثلا النادي الاهلي لا مش عاوزين الكابتن كريم، طب الكابتن هابل هيحكم المباراه، يطلع جمهور الزمالك لا مش عاوزين الكابتن، فاصبحنا في تشكيك. لا انا في الحاله دي انقى بحكامي اللي انا احطهم في موضع شك، واللي انا احطهم تحت ضغط من الجماهير هنا او هنا، خصوصا ان المباراه بتقام خارج مصر ولازم الصوره تكون مكتمله. فده كانت الرؤيه في الاخر باتصالات من جانب الاتحاد المصري وبمندوب من النادي الاهلي زي ما انا عرفته، مندوب من نادي الزمالك ومندوب من وزاره الشباب والرياضه، وكان في الاخر الجميع اجمع على ان الاستعانه بطاقم تحكيم اجنبي لهذه المباراه. عارف يا دكتور ايهاب، بعد اذن حضرتك وانا بكن ليك كثير وكثير وكثير من الاحترام، بس انا مختلف مع اتحاد الكوره ومختلف مع راي حضرتك، عشان لو عندنا ثقه في حكامنا المصريين يحكموا طبقا لاي ظروف، واحنا ندعم ونساند الحكم المصري، وهذه المناسبه السعيده نهائي كاس مصر وكل هذه الامكانيات وكل هذه الانجازات او الشغل المحترم اللي عامله حكامنا المصريين في كاس الامم الافريقيه الاخيره، وزي ما حضرتك قلت بعد ما هم تالقوا في كل المباريات الدوليه اللي قدروها، لا انا اثق في حكامي، حتى لو شفت كلام جماهيري او كلام من الانديه، لا انا حكامي هيشتغلوا كويس، خاصه ان احنا كمان بقى في دلوقتي وسيله مساعده الفار. يمكن زمان لما كانوا بيجيبوا حكام اجانب يقول لك اصل لو غلط غلطه مش هتتشاف ومش هتتعاد تاني وخلاص هيشيلها، لكن دلوقتي بقى في وسيله مساعده. فالليله الحلوه دي في رايي كانت محتاجه كمان حكام مصريين بعد اللي عملوه في الفتره الاخيره، وعشان انتوا كمان انتوا كاتحاد كوره الحالي انتوا اللي اديتوهم الدعم الكامل الفترة اللي فاتت دي، وبسبب الدعم الكامل دوت ظهروا بشكل رائع جدا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. خليني أقول لك أنا والله ما أنا مختلف معاك إطلاقا، كل كلمة أنا أؤيدك فيها، يعني شو بقول لك إن كل كلمة حضرتك قلتها صحيحة وأنا أؤيدك فيها. لكن لما يكون في الآخر إجماع على إن الأمر ده ممكن يقول إلى شيء يبقى عكس اللي إحنا بنتوقعه واللي إحنا بنتمناه، فكان القرار في النهاية لا أنا بنقى بحكامي عن هذا المعترك عشان نظل في نفس الثقه اللي هم موجودين، فما حصلش فيها اي هذا. لكن انا معاك ان التابلو الجميل ده كله كان يزينه وجود حكم مصر، معاك تماما عشان تكتمل الصوره. صحيح. الصوره مش هتبقى مكتمله بوجود طاقم حكام اجنبي، انا معاك تماما فيها، لكن ده مش عدم ثقه في حكامنا، لكن زي ما انا قلت لك كان بعد التشاور عشان ابعد حكامي عن اي ضغط او اي خطا يحدث يقول بذلك تبعياته الى الهزه والى التراجع في حكم الوضع الوضع بالنسبه لمستحقات روي فيتوريا والانباء والكلام اللي اتقال انه هيشكو الفيفا، الوضع بالنسبه له ايه مستحقاته؟ والله يعني انا عاوز اقول لك احنا الـ 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 النص كان صريح في التعاقد بالنسبه لمساعدين مستر فيتوريا في حصولهم على مستحقاتهم وفقا للجدول اللي معموله، اتبعت لهم الجزء الاول وفقا لما تم ابرامه من تعاقد ما بينهم او ما بين محاميهم وما بين المستشار القانوني المستشار محمد المطشر والاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي، واتبعت ده بالفعل. مستر بريرا النهارده تناقشنا في الاجتماع بتاعنا وقلنا يعني استعجلنا
الرأي أو الرد القانوني من المستشار محمد المصري المستشار القانوني للاتحاد، عشان إذا كان الراجل له حق وفقا للتعاقد يبقى احنا النهارده قلنا لازم نسرع بإدسال حقه. إذا لم يكن له حق واحنا ومتأكد المستشار محمد المصري من هذا الأمر يبقى خلاص العقد مفهوش، وبالتالي لجوءه للمحكمة لا يضر الاتحاد المصري والمحكمة تحكم في النهاية طالما إن العقد بتاعنا سليم. فده النهارده اتكلمنا فيه، قلنا إذا كان له حق يبقى لازم على طول نسرع ونرسل له حق، إذا لم يكن يبقى خلاص يلجأ إلى المحكمة كما قال. عظيم جدا. طيب دكتور إيهاب، آخر سؤال، وأنا عارف إن أنا أطلت عليك وأسألك السؤال دوت بصيغتك الإعلامية يعني وصفتك الإعلامية. أنت بطبيعة عملك الإعلامي تتعرض أحيانا للانتقاد، تتعرض للهجوم، حتى عملك كاتحاد كرة برضو يخليك تتعرض للانتقاد لهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي. في حياتك الطبيعية بتتعامل مع هذا الأمر إزاي؟ هل لا تقبل النقد، لا تقبل الهجوم، ولا بتتقبله؟ أقبل النقد ولا أقبل التجريح. عظيم. والإهانة. انقدني كما تشاء في أمور فنية، في عدم دراية بأمر ما، لكن إذا كان الأمر يتعلق بنزاهة اليد وبالسمعة وبالشرف هذا لا أقبله تماما. تمام. لأن ده الحاجتين اللي الإنسان بيملكهم ويقدر يدافع عنهم بكل ما لديه من قوة. صحيح. يعني أنا موجود داخل الاتحاد المصري، لا أقبل إن واحد يجي في يوم من الأيام يقول لي إن أنا مثلا تربحت من الاتحاد المصري، واللي يكون عنده حاجة مندي أقول له لا، مش وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، ده أنت على نائب العام مباشرة أقول له في هذه الحالة، فهذا لا أقبله. لكن أتقبل زي ما قلت لك يا كريم النقد، ولكن في مساحة أن الخلاف في الرأي لا يفسد الود القضية. طب لو جات لك، لو جات لك، اتفضل، لو جات لك، ولكن زي ما بقول لك يعني انقدني كما تشاء دون تجريح ودون إهانة. أهلا دكتور إيهاب، لو جات لك رسالة، جات لك تعليق في مثلا انتقاد دون تجريح، بتتعامل معاه إزاي؟ يعني دايما يعني الواحد يا كريم والله بجد العمل العام ما كنتش اتوقع اللي هو بالصعوبه دي صدقني اطلاقا. يعني اللي ايده في الميه ايده في النار زي ما بيقولوا. لما بتدخل في المعترك ده عمرك ما هترضي الناس كلها، والناس عمرها ما بتجمع على انسان. تمام. يعني سبحان الله، تقولوا على الله سبحانه وتقولوا، تقولوا على الرسل، فما بالك بالبشر بينهم وبين بعضنا. لكن انا دايما والله بقولها دايما مش مستاهله. خلي دائما يعني طريق اللي انت للرجعه مره ثانيه. يعني ايه؟ او بلاش الفجر في الخصومه زي ما بنقول. خلي الباب مفتوح حتى لو احنا على خلاف، اللي احنا لما نتقابل صح. حتى نلقى على بعض السلام ممكن يبقى فيه رجعه. غير كده انا ما بحبش كده. انا الواحد بحب دايما اعيش في سلام، لكن زي ما قلت لك اذا كان هناك اي نقد بناء والله بنقله للمجلس، والله في امور كتيره جدا بشوف رسائل اقول لهم في فكره جميله جدا الناس بتنقدونا فيها، طب ما نطبقها، لما نشوف ممكن تعمل ايه. مفيش مشكله في ده خالص. يعني الامر بسيط وربنا يهدينا جميعا. يا رب ان شاء الله. انا كنت بسالك السؤال ده في حقيقه الامر عشان اروح لحاجه هي مضايقاني انا شخصيا مهنيا طب. يعني ومضايقه كثير من الناس طب. لماذا الاتحاد المصري لكره القدم، اكبر اتحاد في القاره الافريقيه وفي الوطن العربي واهمهم، قافل التعليقات على السوشيال ميديا ومش عايز الناس تتكلم ومش عايز الناس تقول ومش عايز الناس تقول رايها؟ وده موقف انا بلاحظ انه الناس كتير بتتعلق عليه في السوشيال ميديا. انت بتطلع قرار، سيب الناس تعلق وسيب الناس تقول زي ما هي عايزه، وفي ناس ممكن تفلتر التعليقات لو فيها تجريح او اساءات، وسيب الناس تقول ارائها. عشان انا سمعت منك كل اللي فات دوت عشان اوري الناس كمان عقليه عضو مجلس اداره محترم بيفكر ازاي. مفيش مشكله في الراي بس ما يبقاش فيه تجريح. ايه مشكله اتحاد الكوره انه يسمع اراء الناس على السوشيال ميديا ويشوفها في اي بيان او اي تعليق هو بيقوله؟ كلام جميل وكلام محترم جدا ومنطقي جدا، لكن زي ما انا قلت لك افتح التعليق يوم وخلينا نجرب، خلينا نمشي معاك للنهايه وجرب. شوف للاسف الشديد يعني ايه، هتلاقي 90% تجريح واتهامات باطله و10% بناء. يعني عشان تقعد تفلتر ده انت عاوز بقى ايه فريق عمل قاعد يفلتر، لان للاسف الشديد دلوقتي ثقافه الاختلاف مش موجوده. يعني ما عادش عندنا ثقافه الاحترام في الاختلاف، يعني ببساطه جدا ثقافه الاحترام في الاختلاف. والله العظيم احنا لو نضمن ان انت تدخل واعمل كل يوم امور فنيه نستفيد فيها في الاتحاد ما فيش اي مشكله خالص، لكن للاسف الشديد اصبح الهجوم الغير مبرر والهجوم بالفاظ للاسف الشديد غير لائقه بالمره هو اللي بقى السمه اللي عندنا. بص يا دكتور إيهاب، لو ابرزت اسوء ما فينا للاسف. لو تسمح لي، للاسف لو تسمح لي على صفحتك وصفحتي والانديه كمان اللي فتحتها، كل الناس
أي عمل عام لابد أن يتم فيه قبول حتى الإساءات، يعني الإساءات بقى من شباب قاعدة ورا الكيبورد أو على الموبايل، وفي تيم بتاع السوشيال ميديا بيشيل الكلام دوت عشان الناس تانية ما تشوفش التجريح. بس اسمع والله مني، ضروري جدا إن اتحاد الكورة يتحمل أي تعليقات، ومش لازم يبص على التعليقات حتى، بس يسيبوا الناس تتنفس حتى لو في بعضهم شباب صغير ممكن يقول كلام مش المفروض يتقال. بس أنا بنقل لك رأي ناس كتير قوي، أنت ممكن تتصور إن الموضوع عادي أو صغير، بس الناس بتعلق على الكلام ده كتير قوي على السوشيال ميديا. هو اتحاد الكورة خايف مننا ليه؟ ما يسيبنا نقول رأينا، فكر فيها. أنا أوعدك، وفكر أنا مع التيم وشوف يعني أوعدك إن أنا حارد على المجلس بالكامل، ما فيش مشكلة ولا غضاضة إطلاقا زي ما أنا قلت لك. وأنا أول واحد زي ما قلت لك والله بتقبل عارف الرأي والرأي، ما فيش مشكلة، وأنا حارد هذا الأمر، ما فيش أي غضاضة فيه إطلاقا إطلاقا. أشكرك يعني. أشكرك شكرا جزيلا. أنا قبل ما أختم بشكرك والله، بكون مستمتع يعني في مداخلات بكون مستمتع فيها، لأن الحوار بيكون هادف، بيكون في ثقافة، في لباقة، فأنا بحترمك جدا جدا على المستوى الشخصي والمستوى المهني، والقلوب عند بعضها. بتمنى لك التوفيق أشكرك. ودايما متألق ومن نجاح لنجاح. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، دايما تشرف ودايما تنور. واحد من الشخصيات المحترمة جدا دكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. عفوا، دي نقطة يبدو كأن الموضوع سهل وبسيط، بس موضوع أنه اي اخش الاقي اتحاد الكوره مثلا منزل بيان، منزل قائمه منتخب، يا عم عايز اقول كلمتين، عايز اقول اتنفس يعني، اقول اي حاجه. خلاص في العصر اللي احنا فيه ده ما ينفعش تقول لحد ايه ما تخشش تعلق، سيبه يعلق. في تعليقات بتبقى دمها تقيل ووحشه وفيها اساءات وبتضايق جدا، ويصعب عليك ان انت كمان انت وانت داخل تعلق انك تشوفها، يعني في تفاصيل كتير، بس دي حياتنا دلوقتي. فلتر وشيل، ويبقى في تيم بتاع السوشيال ميديا وشيل، بس ما تقولش للناس، ما تقولوش رايكم. انت اكنك بتقول لهم ضمنين كده، ما تقولش رايك، انت تقرا بس اللي انا هكتبه وما ما تعلقش. ما هو كده هيعلق في اي مكان تاني، سيبه يعلق معاك، وخليك يعني واثق من قراراتك، وتحمل كده كده الشغل بتاع الكوره. عشان اقول لحضراتكم برضو، الشغل بتاع الكوره، انديه، لعيبه، صحفيين، اعلاميين، كل الناس مسؤولين في الكوره، كل الناس دائما وابدا تتعرض للنقد والهجوم. دي حياه الكوره، حاله العصبيه والنرفزه، ولو انت ما جيتش معايا في صالح فليتش يبقى انت ضدي طول الوقت، وبتتغير على طول. يعني اللي بيقول لك انت ضدي النهارده بكره يقول لك انت معايا، زي المدرجات كده. وانا دايما اوصف لكم الوصف ده، يبقى جماهير فريق بيشجعوا لاعب في الملعب يقولوا الله ده انت احسن لاعب في المباراه، لو ضيع كوره ده بقى ويشتموه اسوأ لاعب في الدنيا، ويرجعوا تاني يقولوا انت احسن واحد لو جاب جول. حاجات متغيره سريعه، فنتعامل معاها بهدوء. النهارده في الدوري المصري الممتاز الجوله ال 15، الاتحاد السكندري فاز على انبي 2-1، مبلول عاد وعادت معاه الامجاد. مبلول سجل هدف الاول للاتحاد في الدقيقه 18، وبعد كده احمد يوسف تعادل لانبي في الدقيقه 27، وبهدف قاتل سجل مبلول هدفه الثاني في هذه المباراه، وهدف الفوز للاتحاد في الدقيقه 94. افضل مهاجم اجنبي في الدوري المصري على الاطلاق طبعا مبلول، طبعا يعني. رابطة الأندية المحترفة وافقت على شرط النادي الأهلي الموافقة على تغيير نظام الدوري الجديد. النادي الأهلي طلب من رابطة، قال لهم حاجة واضحة جدا، أنا موافق إنه يبقى من دور واحد، بس الدور اللي هو بقى النهائي اللي هو حسم المسابقة، ما هو يبقى في دور واحد، وبعد كده مجموعة تلعب على الصدارة ومجموعة تلعب على الهبوط. قال لهم إن أنا أخد نقاطي معايا، يعني النقاط اللي أنا خدتها من الدور الأول تطلع معايا في المرحلة النهائية، ما تبدأش المرحلة النهائية على الزيرو. أظن ده طلب منطقي، وأظن لو النظام اتطبق هيبقى بالشكل ده. ما ينفعش برضو تبقى أنت لعبت مباريات كتيرة تبدأ من الصفر في المرحلة النهائية، ده على الأهلي وعلى غيره يعني. طيب، في خبر مهم جدا لجماهير النادي الأهلي. كلام كتير إنه أسامة أبو علي مش هيلحق مباراة الزمالك اللي جاية في نهائي كأس مصر بسبب إصابة في العضلة الخلفية. هحكي لكم الحكاية ببساطة. الجهاز الطبي للنادي الاهلي راح قال لمارسيل كولر، وسام ابو علي ما عندوش مشكله كبيره، وسام ابو علي كمان جاهز ينزل التدريبات
خلاص. مارسيل كولر عشان برضو ايه قلق ومركز خطير بقى عنده مركز المهاجم ده، فعايز كل العناصر تبقى جاهزه، فقال لهم لا مش هنزله دلوقتي التدريبات، اصبروا عليه شويه كمان، اعملوا له اختبارات طبيه اخرى. بس الجهاز الطبي طمأن مارسيل كولر ان وسام ابو علي جاهز وسليم، وبالتالي بنسبه تتخطى 90% وسام ابو علي موجود بشكل طبيعي في مباراه نهائي كاس مصر امام الزمالك وجاهز، يعني جاهز. بس مارسيل كولر قلقان شويتين ثلاثه. ده بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه لنادي الزمالك، جوزيه جوميز بنسبه كبيره جدا هيعتمد على عمر جابر اساسي في مباراه النادي الاهلي في مركز الظهير الايمن، بعد ما لعب المواجهه الاخيره وتالق فيها في هذا المركز كبديل. هو شايف ان عمر جابر بيأدي بشكل مميز سواء في الجانب الايسر او الجانب الايمن، ففي وجود فتوح هيلعب على الشمال وعمر جابر هيلعب على اليمين. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، هيشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن طارق السيد، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني وينورني في هذه الفقره الكابتن الكبير كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاصبع. كابتن طارق منور الدنيا كالعاده. حبيبي يا كريم، سعيد جدا انا معاك، وحشني بقالي فتره ما جيتلكش. وحشني وعجباني الشيخ. خليك ماتشنج جامد جدا. انا خدت بالي النهارده الناس هيفتكروا ان احنا متفقين مع بعض. والله ما اعرف، ده انا قعدت اضحك بره قلت يا ربي طب انا كنت جديد كده. نازلين باليونيفورم احنا النهارده. طيب شباب بقول لكم ايه، عشان عايز ابدا مع الكابتن طارق على طول في القائمة المبدئية للكابتن حسام حسن لمنتخب مصر لمعسكر الإمارات، فيا ريت تعرضوها لنا عشان الكابتن طارق كمان يشوفها معانا مرة أخرى. واضح إنه فيها بعض المفاجآت القليلة وكثير منها منطقية، يعني معظم الأسماء منطقية. تعال نمشيها واحدة واحدة كده وقول لي رأيك. حراسة المرمى عواد وصبحي وأبو جبل وبسام والمهدي سليمان وجنش والشناوي ومحمود جاد. كانوا بيقولوا إن فيها واحدة واحدة شباب، واحدة واحدة كان بيقولوا ان فيها مصطفى شوبير، فوجئت طبعا مفيش في الاسماء دي. طبعا اكيد 100% محمد عواد وصبح هيبقى فيهم واحد بس. ابو جبل هو الاقرب. ممكن جنش، ممكن جاد، كل الناس اللي انا بقول لك عليهم. شناوي لا، احمد شناوي لا، ممكن برضو، بس هيبقى الاقرب الاسماء اللي انا بقول لك عليها دي، لان قناعات الكابتن حسام ممكن تبقى كده. يا حد من عواد وصبحي وابو جبل وجنش ومين تاني اللي هيلعب ماتش، اللي هيلعب ماتش الاهلي والزمالك من عواد وصبحي ولا يبقى موجود؟ حلوه دي سهله اهي، اتصلت هسالك بعد شويه مين اللي فيهم اللي هيلعب. اللي بعده يا شباب، الظهير الايمن هاني وكريم فؤاد واكرم توفيق. علما ان كريم ما بيلعبش قوي كظهير ايمن. هاني واكرم. هاني واكرم الاثنين مع بعض. بس انا كنت اتمنى بعد الفتره الاخيره وتالق عمر جابر انه يبقى موجود. حلوه. يعني عمر جابر ماشي كويس جدا مع نادي الزمالك الفتره دي، يلعب باك ليفت بيلعب، يلعب باك رايت بيلعب، كان مميز جدا في الداخليه في الباك رايت كمان لما لعب باك رايت. لا عمر كان الاقرب، لان كمان يعني عمر عنده خبرات ولعيب كبير دلوقتي ومميز جدا وشغال كويس جدا ولازم ياخد حقه. ماشي، زي الايسر فتوح وشكري وحمدي. اعتقد هيبقى الاقرب فتوح وحمدي. فتوح وحمدي. ماشي، تفتكرش ان هو ممكن يحب يشوف محمد شكري في المعسكر الاول؟ اصل ما فيهاش شوف، خد بالك ده برضه معسكر ودي. انا لا بس ماتشات محسوبه عليه. انا فاهم، بس انا اقصد كابتن حسام حسن، انا بحاول افكر معاك بصوت عالي، يقول لك ايه، ما خلاص انا عارف فتوح ومحمد حمدي الاثنين حلوين وهيبقوا موجودين في الماتشات الرسميه، ما اشوف شكري من قريب في المعسكرات، يبقى ياخد الثلاثه. ياخد الثلاثه وارد. ممكن نشوف اللي بعده. المدافعين حجازي وعبد المنعم وربيعه وياسر ابراهيم ورمضان بيكهام وباين محمدي ومحمد ربيعه مودرن فيوتشر وعلي جبر بيراميدز. هو عايز اربعه من دول صح؟ بنسبه كبيره حجازي وعبد المنعم. ولو ياسر ابراهيم خف، لان ياسر ابراهيم اصابته مطوله شويه، يبقى ياسر بره. ممكن باهر المحمدي وعلي جبر. باهر المحمدي وعلي جبر. ماشي، اللي بعده حمدي فتحي في النص مع مروان عطيه ومحمد رضا بوب وامام عاشور واحمد نبيل كوكا وعمر الساعي وغنام محمد. عمر الساعي عامل ماتشات حلوه كمان مع الفتره اللي فاتت دي. هياخده. حلو. وفتحي، حمدي فتحي ومروان وامام، كوكا بره عشان الاصابه مش هيكمل، وممكن رضا بوب.
كوكا موجود. كوكا ايوه موجود في الاسماء بس هو لا لا رجع مع الاهلي ماشي بس مش هي لو لعب ماتش الاهلي والزمالك وكان كويس ممكن ياخده. ماشي ناخد اللي بعده. خد بالك ده رايي انا مش انا فاهم. لا لا في الاول واخد رايك كابتن حسام حسن له حريه الاختيار طبعا. صانع اللعب خمس لاعبين قفشه وعبد الله السعيد ومحمد ابراهيم ومحمد هلال ومحمود صابر. محمد ابراهيم عبد الله السعيد هتبقى مفاجاته. محمد ابراهيم برضو مفاجاه. محمد ابراهيم لعيب كبير قوي ومميز طبعا. جدا طبعا. ومحمود صابر لو انا مكانه يعني. وتاخد محمود صابر تاني قلت لي عبد الله السعيد ومحمد ابراهيم ومحمود صابر دول اللي ياخدوا ما ياخدش قفشه ولا محمد هلال. صعب شويه ماشي لان كمان قفشه ما بيلعبش باستمراريه ومش هيلعب ماتش الاهلي. محمود صابر برضو ما بيلعبش كتير مع بيراميدز بس صغير في السن وبيلعب منتخب اولمبي ومميز جدا. حلو اللي بعده الجناح الايمن صلاح وزيزو ومصطفى فتحي وعبد الرحمن مجدي. صلاح ما اعرفش القصه ايه ممكن يجي ولا لا حسب الماتش اللي هيلعبه ماتش مانشستر سيتي زي ما اتقال واعتقد ان الدكتور ايهاب كان معاك دلوقتي هسالك شويه في القصه دي برضه. احمد مصطفى زيزو ومصطفى فتحي ماشي مع ان عبد الرحمن ماشي كويس. خد بالك لسه هقول لك يعني انا برضو محتار جدا فيه لانه ماشي كويس قوي. دلوقتي عنده اصابه ان شاء الله يرجع في اسرع وقت عشان ما لعبش المباراه اللي فاتت. انما الاثنين دول انا اتفرج انا كنت بقى كنت محللت المحل كنت بحلله في الراديو ما كانش موجود وعمل تاثير سلبي غير طبيعي في غيره. صح صح. جناح الايسر تريزيجيه ومرموش. تريزيجيه نمره واحد ومرموش نمره اثنين ورمضان ومصطفى شلبي وابراهيم عادل وزيكو ونادر فرج. نادر فرج ده كمان عامل شغل حلو مع الاسماعيلي بس ده فرود هو جناح اصلا بس الكابتن ايهاب جلال وظفه بس اقول لك على حاجه لو انا مكان اي مدرب دلوقتي مش هلعب غير فرود. قاتل لعيب كبير قوي والله اقسم بالله الواد ده لو اشتغل على نفسه وركز بس وبطل التنشانه اللي فيه لانه على طول متنرفز. صح وملاحظه عشان انا بقى متابعه قوي. صح لا لعيب كبير قوي اتفق معاك قوي اتفق معاك ولعيب ممكن ممكن يكون امتداد لعمرو زكي على احرف. تخيل بقى يعني الولد ده انا معجب بيه بشكل وشابوه للكابتن ايهاب جلال بشكل غير طبيعي. صح وظفه في المكان اللي هو ياخد منه. وعلى فكره ده لو لعب منتخب مصر في سن صغير ممكن يروح لحته بعيده بس يركز وبطل التنشان. ممتاز. تختار مين بقى في الجناح الايسر؟ هو محمود حسن تريزيجيه ومرموش هما الاقرب. ماشي ولو حطينا واحد معاهم ولو حطينا واحد معاهم تاني بص كلهم كويسين. يعني كل اللي انا شايفه ده كويس بس انا هخرج نادر فرج عشان نادر فرج انا وجهه نظري فيرود. ماشي ماشي. الموضوع ممكن يبقى ما بين مصطفى شلبي وما بين رمضان صبحي. مش حسين الشحات ولا ابراهيم عادل؟ لا. ماشي اللي بعده في الهجوم مصطفى محمد ومحمد شريف وكهربا واحمد عاطف ومحمد الشامي واحمد امين اوف. لو قلنا مثلا تختار اثنين او ثلاثه. بص مصطفى محمد شريف احمد امين اوف. احمد دول الثلاثي اللي هيكونوا معاه. حلو الطاقه. لان خد بالك اوفا قريب شويه من ستايل مصطفى بس مختلف عنه في الـ في الـ في الـ في الشاسيه. صح بيه. ماشي. شريف مختلف عن الاثنين. فلازم تبقى عندك تنويع في اختيارك في الـ في الـ في الستايل بتاع اللعيب نفسه. صح. كهربا ما بيشاركش مع الاهلي الفتره الاخيره وكهربا صعب يبقى موجود. بس خد بالك ان شريف برضه ما بيشاركش اساسي كتير مع الخليج السعودي دلوقتي بقى بينزل كبديل. عاطف ومحمد شيا ممكن مع خبرات دوليه قليله يعني. الله ينور عليك. حلو جدا. شايف فيها مفاجات كبيره او شايف في لعيبه بره كانت المفروض تبقى موجوده في القائمه المبدئيه دي؟ والله يعني انا مش يعني هو خلاص كابتن حسام ده اختياراته طبعا وكل الدعم ليه طبعا. فكره خد بالك في نوعيه لعيبه ممكن اكون انا عندي قناعه بيهم ممكن يكون هو كابتن حسام مش قناعته بيهم. عارف احنا لا دايما لما باجي حتى اتناقش على قائمه المنتخب دي احب اقول الجملتين دول يعني انه احنا بندردش في الكوره احنا بنقول راينا بنستمتع بيه يعني نقعد نتناقش في الكوره في الاول والاخر الكابتن حسام حسن هيبقى هو اللي مذاكر اللعيبه دي كويس هو اللي عارف احتياجاته ايه بيتفرج على كل هو اللي عارف خطته هتبقى عامله ازاي ويختار اللعيبه على اساسها فده مفهوم وده على جنب هي بس مجرد دردشه. انا على فكره بقول رايي بالظبط كده انا بقول رايي ما بقى عنديش غضاضه ان انا اقول رايي لا انا اقصد كمان احنا مش بنيجي على الكابتن حسام حسن هو حر تماما انه يعمل اللي هو عايزه. بص انا يعني طبعا هو قناعته ببعض الناس يعني غياب النني مثلا غياب عمر كمال عبد الواحد غياب ما يبقاش الغرض من الموضوع
او تبقى الغرض من الموضوع هي وجهه نظر مش حاجه تاني. ده المهم عندنا. يعني ايه بس ممكن تشرحها لي اكتر؟ ما هو يعني كان في كلام قبل كده مشكله الكابتن حسام دلوقتي ان هو راجل كان بيحلل الماتشات بتاع المنتخب قبل كده. فكان في كلام بيتقال مثلا منه على عمر كمال عبد الواحد ان انا طلبته ان هو يلعب باك رايت وهو مش عاجبه دلوقتي بيلعب باك رايت. فما تكونش دي لا ده حاجه تاني وجهه نظر فنيه انا ماشي. مقتنع مش مقتنع بيك مثلا كلاعب مش هزعل. يعني مره مثلا مره من المرات الكابتن حسام حسن شحاته قبل 2008 قال انا مش هاخد طارق السيد لان طارق السيد ما بيعرفش يدافع. طلعت انا في التلفزيون قلت انا عارف ان الكابتن حسن هياخدني لان انا هشتغل على الحته دي وهقوي نفسي ممتاز. وخدني 2008 ممتاز. فهي يعني ايه يعني عرفني عيبي وانا اشتغل عليه ببساطه ما عنديش مشكله. انت مع فكره استبعاد محمد النني؟ مش معاه. مش معاه ليه بقى؟ خد بالك انا قلتها وبقولها كتير قوي النني اختاروا ارسن فينجر لارسنال وبيمرنوا ارتيتا ومرنوا بيلعب في بريمير ليج باي حال من الاحوال حتى لو ما بيلعبش باستمراريه بيتمرن جنب مين؟ بيستفاد قد ايه من التمرين جنب الناس دي؟ وبشوف لقطات كتير للنني في الدوري الانجليزي لعيب كبير قوي بس هو هنا انا ما حدش زيه زي كوكا زيه زي كوكا اللي هو الفيرود بتاعه طبعا مكسر الدنيا كوكا. مكسر الدنيا بره بس هو حاسس هنا ان هو مكروه حاسس ان هو مهما عمل يعني مش بس النني مع صلاح مع حجازي هم اكتر لعيبه شاركوا مع منتخب مصر في مباريات في اخر 10 سنين حقيقي فبرضه ما هو مكروه دي برضه ما هو بيشارك الراجل بيلعب مكروه على فكره وليه مباريات مش حلوه وليه مباريات كتير مكروه حلوه مكروه جماهيريا مش بحس كده لا انا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي انا فاكر النني قبل كاس العالم 18 تقريبا على ما اتذكر لو انا مش ناسي جات له اصابه كده الناس كانت مرعوبه ان محمد النني ما يلحقش كاس العالم هو ده بقى الناس هو ده يقول لك ايه انا بس انا بشوفها كده يعني انا ما اعرفش ممكن اكون انا غلط على فكره بس احساس اللعيب نفسه لان في اوقات كتير جدا النني بيبقى كويس قوي الناس بتهاجمه طب يا جماعه في ايه هو ايه الغرض يعني انت بتهاجمني لمجرد الهجوم ولا عشان انا بلعب في الدوري الانجليزي انت بتهاجمني ناس كتير يقول لك يا عم ده بيلعب ازاي في الدوري الانجليزي لا يا باشا ده مختاروا عمالقه العمالقه في التدريب يعني ما. طيب احنا لسه مكملين مع الكابتن الكبير كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك منتخب مصر الاسبق خليكم يا رب حضراتكم مرة أخرى لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن طارق السيد. هسألك سؤال أتصور أنا عارف رأيك فيه بس هسأله لك برضه عشان السادة المشاهدين كمان يعرفوا. إيه رأيك في الحكاية اللي حصلت كام ساعة الأخيرة دي بتاعت محمد صلاح؟ خلينا نتفق إن برضه البداية صعبة. ليه البداية صعبة؟ مشكلة محمد صلاح إن هو بقى أسطورة مصرية مش هتتكرر. ميزته مش مشكلته دي مشكلته بقت مشكلته ان في ناس مش حابه الموضوع في ناس مش حابه ان هو يبقى كده يا جماعه لو سمحتوا بعد اذنكم كنا بنحلم قبل كده بلعيب يلعب في الدوري البلجيكي دلوقتي عندنا هداف ليفربول التاريخي عاملوه بمعامله تليق بيه بس ماشي هقول لك حاجه انا برضه هحاول العب السايد التاني انا معاك في السايد ده طبعا ماشي. بس العب الناحيه التانيه يعني ماشي ناس تقول لك ماشي طب على عيننا وعلى راسنا وصلاح ده اهم حاجه حصلت في الكوره في تاريخ مصر بس لو صلاح بقى ما رضيش يلعب مع منتخب مصر في المعسكر اللي جاي المعسكر الامارات احنا المفروض نقول خلاص عشان صلاح اعظم لاعب جه في تاريخ مصر مش ما يجيش لمنتخب مصر هو مين اللي قال كده ايوه هو مين اللي قال ان هو مش عايز يجي أيوة. يا جماعه ليه بندعي على الراجل باطل ايوه لو سمحتوا من جود يعني ليه ليه التجويد هو محمد صلاح هو اللي بعت وقال ان انا مش عايز اجي ولا ليفربول وطلب ليفربول طلب اعفاء اللاعب يعني بيطلب من اتحاد الكره يعني اتحاد الكره قال له لا مش هنعفيه خلاص والنعمه انا بتعب نفسيا ودماغيا وكل حاجه من الكلام اللي بسمعه ان يا جماعه لو سمحتوا بلاش ندعي على محمد صلاح فيما ليس فيه لان هو ملوش دعوه ما طلعوا بعد الاصابه في ماتش كاس لا ده بيهرب ده بيعمل ده بي ده 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 ده, ده, ده في ناس عليها قد كده
ده حاطط، ده بيقول لك محمد صلاح حاطط دماغه بدماغي اصلا. اصلا يا عارف انت الجنان وصل لمرحله غريبه. غريبه يا جماعه، في ايه؟ نادي ليفربول طلب من الاتحاد رسميا اعفاء محمد صلاح من المنتخب عشان لسه ما خفش رسمي. هو ان شاء الله يلعب ماتش مانشستر سيتي باذن الله ان شاء الله، ويبقى كويس ويتالق. واحنا وانا متاكد من جوايا، زي ما انا متاكد ان انا قاعد معاك دلوقتي، ان محمد صلاح عايز يجي كل معسكر منتخب قبل اي حد 100%. برافو عليك. فبلاش ندعي على الراجل. انت عارف انا امبارح كابتن قلت ايه؟ يقول لك اصل صلاح عايز يتهرب من المنتخب ومش عايز يجي منتخب مصر، او مثلا مش عايز يلعب ليفربول فمش هيجي منتخب مصر. صلاح هو لاعب صغير 21 22 سنه، وبيلعب في بازل بقى وفي روما وفيورنتينا، لسه صغير. الصغير دي معناها ايه؟ معناها لو النادي ضغط عليه شويه وقال له ما تروحش المنتخب مصر هيسمع الكلام. ما عملش كده من هو صغير، دلوقتي هو نجم نجوم العالم. اولا ما حدش يعرف يضغط عليه ان هو ما يجيش لمنتخب مصر، ثانيا هو اصلا ما تخلفش على اي معسكر او اي مباراه لمنتخب مصر طول الفتره اللي فاتت دي. في اخر 10 سنين اكتر لاعب لعب مباريات مع منتخب مصر هو محمد صلاح. انا عايز اسالك سؤال والناس بقى تسمع كده وتهدى. في فتره من الفترات كان اعتقد كاس اوروبيه كريستيانو رونالدو اتعور وطلع اتغير وقعد وقف على الخط، كان بيوجه وهو لعيب 2016 فاينل 2016 صح؟ طبعا. والمدرب سابه، هو يعني ده البرتغال مع كل احترام والتقدير للي احنا فيه، واسم المدير الفني اللي كان موجود في البرتغال. انت عارف دلوقتي انت رحت في سكه ثانيه مهمه جدا يعني، اللي هي ايه يا جماعه؟ يبقى عندك اسطوره له مساحه مش زي كل اللاعبين. بس يعني كريستيانو واخد مساحه في البرتغال غير كل اللاعبين، ميسي واخد في الارجنتين غير كل اللاعبين، دي بروين في بيجي لا وعد بقى ديل بيرو لما كان في ايطاليا، وتوتي وكل الاسماء احنا بنهزر اقسم بالله الناس بتهزر. يا جماعه انتوا ليه ما بتدوش انزلوا الناس اماكنها؟ ادوا كل واحد مكانته الطبيعيه. يا جماعه هو محمد صلاح عمل كل ده كده؟ في حد يقول لك ايه؟ يقول لك بس ما هو زيه زي اي لعيب يعني. هو لا مش زيه زي اي لعيب. لا مش زيه زي اي لعيب على فكره، ما بجاملوش. ومش اقسم بالله عمري في حياتي ما كلمته. مش صاحبي يعني. يعني مش صاحبي بدافع عنه. انت كابتنه وكل حاجه بس هو انتوا مش صحابي يعني. عمري ما كلمته. بس انا بدي له حقه. مش محتاج نبقى اصحاب عشان اقول محمد صلاح لاعب عظيم. ده محمد صلاح بالزبط. يا جماعه ده احنا بنهزر والله. بجد الناس بتهزر. ده محمد صلاح لو سمحتوا. اصل احنا بقى بعد ما بنخلص الكلمتين دول تلاقي بقى حد داخل يكتب لك يقول لك ايه؟ بطل بقى تطبيل للراجل بقى، وانتوا بتجاملوه كده ليه؟ وانت اتقالت عليا انا. ليه بقى؟ معرفش. اصل انت بتطبله زياده على اللزوم. يا عم بطبله، هات لي الطبله وانا اطبله. اصل اطبل لواحد وصل لمرحله مش محتاج حد يطبله. الناس عامله له تماثيل في ليفربول. ده بلغه الكوره احتل انجلترا. ايوه صح. يعني انظر ده 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 غير مفاهيم ناس عن العقليه العربيه في انجلترا. احنا بنتكلم عليه كده بسهوله؟ ما انا اديتك مثال بسيط جدا. المدير الفني بتاع البرتغال ساب كريستيانو رونالدو واقف على الخط. طب يعني هل ده الراجل المدير الفني ده؟ مش عايز اقول لك ان ميسي بيختار المدربين كمان. يعني دي قصه ثانيه. في الكلام بقى الواحد مش عايز يقوله يعني. حقيقة. عيب يعني. لازم نكبر ولادنا شويه عن كده، لان ولادنا كبار قوي. صح. عايز اخدك في جزئيه ثانيه طبعا، مباراه الاهلي والزمالك اللي جايه. الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر، شايفها ازاي؟ طب انا عايز اخدك في حته ثانيه. اللي انت عايزه. انا اخدك في شكل جوميز واللي بيعمله جوميز. حلو. عشان برضو الناس ايه تبقى برضو لو لا، بما اني راجل زملكاوي وبتكلم في الزمالك يعني. لاني انا ممكن اتكلم على الفريقين، بس انا عايز اتكلم على ستايل جوميز والشكل اللي عامله. لا ما حلو، لما اسالك على ماتش الاهلي والزمالك طبيعي تكلمني في الزاويه بتاعه الزمالك. جوميز عمل حاجه مختلفه، وانتوا هنا بتحللوها وبتابعكوا حبيبي. مختلفه جدا عن اي مدرب كان شغال في نادي الزمالك قبل كده. ايه هي؟ نادي الزمالك دلوقتي بقت عنده استراتيجيه ان هو بيعرف يحصل على الكوره بعد ما بيفقدها بخمس ثواني بثلاث ثواني، ودي نقطه ما كانتش موجودة في نادي الزمالك خالص. صح. كان نادي الزمالك عادي جدا ان الامور تبقى سهلة، ان حد يوصل لنص ملعبك بسهولة جدا. انما جوزيه بيعمل ضغط بعد ما الكرة بيفقدها بثلاث اربع لعيبة في وقت واحد. صح. ان الكرة تتجمع عنده ويجيبها تاني. صح. ودي حصلت في الفترة اللي كان في كل في الثلاث ماتشات بتوعه اللي لعبهم
بشكل قوي جدا وواضحه. بس هو ناقصه حاجه واحده بس. ايه هي؟ جوزيه في ماتش الداخليه، جوزيه جوميز ماتش الداخليه غير ماتش الاسماعيلي. ماتش الاسماعيلي كان ماتش اوبن مفتوح من الفرقتين، في تقفيل مساحات بس مش بالشكل بتاع الداخليه. كان عنده عيب واحد ان هو ما عرفش يستغل الجنبين، وده اللي انا كنت بطالبه بيه في الماتش ده، لان نادي الداخليه عامل استطاره من 8 لعيبه باستثناء الجنبين، وبيرحل لما تكون الكره ناحيه الشمال بيرحل ناحيه الشمال، وبيرحل ناحيه اليمين لما تكون. كان مهم جدا جدا ان يخلي يعمل الملعب استريتش، لما تلعب فرقه قافله عليك قوي وبتلعب ال 18 تعمل استريتش الملعب عشان تزود سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال لعيب يبقى فاضي، عشان الكره العكسيه اللي جه منها الجون بتاع عمر جابر. هايل. هتقول لنا يا جماعه الجول بتاع عمر جابر في مباراه الداخليه هنلاقيه موجود عندنا ان شاء الله، عشان كمان عايز اسالك على حاجه مهمه جدا، وانا عاجبني كلامك على جوزيه جوميز عشان اتفق معاك فيه جدا، وانا قلت هنا حتى في مدربين انت مش هتعرف تقيمهم من اول 3 4 ماتشات، يعني ما تنفعش تقول عليه مدرب عظيم ولا مدرب سيء، بس في مدرب يديك امارات، الامارات دي بتبقى ايه ببساطه؟ انه مدرب حفظ، بقى فيه نمط لعب، بقيت وانت بتتفرج عارف تحلل، يعني مثلا ساعه اوسيريو انت مش فاهم اللي بيحصل في الملعب. قلت لك ده بيعمل بان هنا في الكرسي ده، قلت لك ده بيعمل لوغاريتمات او خزعبليات في الكوره، انا مش فاهمها على اوسيريو، مش فاهم مين بيلعب فين وبيعمل ايه. ايوه. وبيطير حاجه معينه، بيلعب 6 مهاجمين واربعه مدافعين وقاسم الملعب نصين. يتقال على المدرب دايما يقول لك المدرب ده عنده نمط، عنده افكار، في حاجات واضحه، يعني الكوره اللي جه منها الجون للاسف مش هيبقى معانا، الجون بتاع عمر جابر السحبه بتاعت زيزو للمدافع، وان عمر في تفاصيل خد بالك بتتعمل في التمرين، وجابوا لقطه في التمرين بنفس الشكل. لا وفي المباراه دي نفسها اتعملت 3-4 مرات. هو ده بالمناسبه، وفكره النمط ده يعني هو ممكن مثلا اللعيبه توفق فيها وما توفقش، بس على انت كمحلل او متابع انت شايف ان المدرب اشتغل واللعيبه بتحفظ. عندي كومنت عليه في حاجه، ودي مش كومنت عليه هو كجوزيه جوميز، على لسه حفظه للعيبه. يعني مثلا هو بدا بالزناري في ماتش الداخليه بكراي، انا معترض اعتراض كلي في الحته دي. ماشي، هو بيجرب وحقه، لان هو لسه مش عارف اللعيبه. ماشي. ليه عندي اعتراض؟ لان في ناس تاني موجوده وتعرف تعمل الحته دي كويس قوي، وتعمل جبهه قويه جدا هجوميا، لان اوريدي انت في ماتش الداخليه بتدافع بس فرقه الداخليه، فاوريدي عندك ممكن سيد نيمار يشتغل الحته دي، عندك لما نزل عمر جابر هو ممكن بيعمل التوازن برضه عشان يشوف الناس. انا بقول وجهه نظر انا الشخصيه، لو انا جنب جوزيه جوميز كنت هقول له كده، بس ممكن تكون قناعات احمد مجدي والناس اللي جنب مستر جوزيه جوميز بالناس دي كده، فعشان كده لعب. عندي او الكومنت بتاعي عايز اقول ايه؟ ان الكومنت بتاعي قصدي منه ان مش كل الناس تتوظف بالشكل اللي متوظفه بيه دلوقتي. مفهوم، فاهم، يعني انا معاك جدا في قصه مصطفى الزنادي، وان كنت اتصور ومش عارف انت تتفق معايا وتختلف، هو يعني في المباراه اللي انت قلت عليها اللي فيها مصطفى الزناري كان عامل كثافه بعدد كبير من اللاعبين الهجوميين. طبعا. ربما مثلا يكون عايز مصطفى الزناري ثابت ورا الى حد ما، يعني ما يخش فرقه ما بتهاجمكش. خد بالك الداخليه صح. عندهم كان مشكله وكانت ميزه للزمالك كبيره جدا، ايه هي؟ ان اوريدي التحولات الهجوميه بتاعتهم ما بتتعملش بشكل كويس صح. فانت ما عندكش قلق، وعندك اتنين واقفين كويس، ووصول حسام عبد المجيد لمستوى كويس دلوقتي هو والمسلوسي بداوا خلاص الامور تبقى كويسه، فما عندكش مشكله. وكمان بتوقف دونجا في نص الملعب اللي هو بيحاول يجمع لك الكرة التانية في كل وقت، فما كانش عندك مشكلة. الفكرة بالنسبة لي هي ان هو لسه محفظش اللعيبة كاملة عشان يقدر يدي كل واحد. هسألك سؤال بشكل اخر فيما يخص مباراة نهائي الكاس. دايما مباراة الاهلي هي مباراة الاهلي والزمالك، تقيم مدرب هنا وتقيم مدرب هنا، تقيم لاعبين هنا وتقيم لاعبين هنا. المباراة دي هتبقى تأثيرها ايه على جوزيه جوميز سواء مكسب او خساره؟ طب اجيب لك من الاخر. المباراه دي مباراه لعيبه. حلو. مش مباراه جوزيه جوميز. اكاد اجزم ان جوزيه جوميز لسه ما حفظش اسماء بعض اللعيبه. هو طبعا ده مش واقع. مش واقع دلوقتي، ممكن يكون حافظ اسماء كل اللعيبه كلها، لان برضو المدرب مجرد ان انا بشتغل الملعب مره واثنين وثلاثه مع لعيب خلاص حفظته. بس لسه ما وصلش لقناعات كبيرة بكل الناس. عشان كده هو بيعمل حاجة محترمة جدا جدا وعجبني جدا فيها، هو قاعد بيسمع للناس اللي جنبه والمدربين اللي معاه، وبيجرب كل الناس وبيشوف كل الناس وبيجرب كل اللعيبة. يعني النهاردة لك أن تتخيل أن كان ممكن يبتدي بمحمد عاطف باك ليفت اللي هو أصلا جناح أيمن جاي من طنطا،
كان النهارده هيدي شحاته، كان النهارده هيدي محمود علاء، كان النهارده هيدي ياسر حمد من البدايه، كان ممكن النهارده يدي لمهاب ياسر، كان هيشوف كل الناس في اماكن مختلفه ويقيم بعد كده، لان هو عنده مشكله في حته الباك ليفت وعايز يدي حد من الناس اللي موجوده تحت ايده، وممكن ما يكونش عنده قناعه بالناس اللي تحت في القطاع الناشئين ان هو يشوفهم، فخلاص انا عندي لعيبه بحاول اشتغل عليهم واديهم. فهو لسه ما خدش انطباع كامل عن كل الناس، لان عدد الماتشات يا كريم، هاتوا الجول يا شباب، عدد الماتشات يا كريم عشان تقيم جوزيه جوميز شغل وحفظ لعيبه. انا عاجبني الكوره دي بصراحه. بص زيزو دخل ازاي، سحب الباك رايت، شكرا، السلام عليكم. خطيرة على فكرة في التمرين، في تمرين مستحيل دي ما تكونش الا بتدريب. لا ده في تمرين، لا ده في تمرين الكورة كده كده بالتيبيكال، عارف انت، كأن احنا واخدين بالظبط بالظبط، فانت بتعمل حاجة، وده اللي انا كنت بطالب. السحبة، بصوا على زيزو السحبة بتاعته دي خطيرة، هو عارف دونجا اللي هيبص كده، بص هو ده، هو زيزو مش رايح خد بالك الكرة. اللعيب ده 17 ده اللي طلع من من المكان اللي كان ممكن الكره اول طبه تبقى على دماغه هو. بالظبط كده بالظبط كده، فده تحركات الراجل بيشتغلها مع لعيبته وبيحفظها، ودي نقطه في منتهى الاهميه، ان انا عندي اسلوب وبحفظ لعيبتي على حاجه وبيعملوها. طيب عايز اسالك سؤال، نسبه فوز الزمالك بهذه المواجهه نسبه تصل لكام؟ 50 50 50 50 دي التقليديه. لا 50 50 لو مباراه اهلي وزمالك يبقى 50 50. انا ليه قلت لك المباراه دي مباراه لعيبه؟ عشان ال 50 50. لان خد بالك لعيبه الزمالك في الماتشات البطولات بيستنفروا قواهم. الماتش ده مش ماتش اسماء، ماتش تيم، ماتش فرقه. في اوقات كتير جدا النادي الاهلي كان بيبقى احسن مننا وبنكسبه، في اوقات كتير جدا كنا احنا بنبقى يعني في ماتشات كانت كل جماهير الزمالك نازله احنا كسبانين وبتخسر. فاهم. طب انا هسالك سؤال تاني بحكم النظري، النظري ايه؟ انه الاهلي اكثر استقرارا على مستوى المدير الفني اللي بقى له فتره، اللعيبه اللي حافظها كلها، اللعيبه اللي رجلها في الملعب، مش شايف ان ده ممكن يدي اي افضليه للنادي الاهلي؟ امال ليه بقول لك لعيبه الماتش ده ماتش لعيبه؟ مش ماتش جوزيه جوميز. هو طبعا اكيد 100% جوميز لازم يبقى ليه بصمه. طبعا. على الاقل في اختيار التشكيل، على الاقل في تغييره من التغييرات اللي بيعملها، ماشي؟ انما في الاول وفي الاخر الماتش ده ماتش شيكابالا وعبد الله السعيد وزيزو ودونجا وكل لعيب في الفرقه، لان ماتش بيراميدز، ماتش بيراميدز قبل نهائي كاس مصر الزمالك خارج البطوله رسمي بالسكواد ده والسكواد ده، باللعيبه دي واللعيبه دي، بالامكانيات اللي فيها الوقت الزمالك والامكانيات اللي فيها بيراميدز، صح، استنفروا قواهم وقدروا يكسبوا بيراميدز، صح. فده ده اللي انا عايز اوصله للناس، ان الماتش ده بتاع كنتوا كلاعيبه كوره، مش بتاع حد تاني، مش بتاع مدير فني قاعد بيتكتك وبيخطط، مع ان لازم يتكتك ويخطط، بس ممكن قاعد اتكتك وخطط واللعيبه ما تدينيش في الملعب، صحيح، ما تدينيش في اللي انا طالبه منه. نفذ تعليمات المدرب، بس هات بقى من جوه شويه، هات بقى من القلب شويه، اشتغل روح البطوله، اشتغل على الاداء الجماعي والشكل الجماعي، كل واحد يطلع كل اللي عنده في الوقت اللي هيلعب فيه لو هاخد دقيقه. حلو. كابتن طارق شرفت ونورت كالعاده، ممتع كالعاده، انا بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن طارق. سعيد جدا انا كنت معاك. يا رب يخليك، احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، الزملاء الاعزاء محمد خليفه وابراهيم جاد، خليكم معانا. يا رب حضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الاصدقاء الاعزاء محمد خليفه وابراهيم جاد. خليفه منور الدنيا. بنورك يا كريم، سعيد ان انا معاك طبعا، وسعيد ان انا في القناه الاولى ومع ابراهيم طبعا. ابراهيم منور الدنيا كالعاده. حبيبك يا كيمو، اخبارك ايه؟ ان انا معاكم مع دكتور خليفه طبعا. حبيبي يا رب يخليك. طيب سالك الاول على الكونفدراليه وصعود الزمالك ومودرن فيوتشر، شايف ايه الافضل ليهم ان شاء الله في الدور القادم؟ المجموعه اللي فيها دريمز وريفر يونايتد، لو الاثنين خدوها هتبقى افضل حاجه للاثنين، هاتوا شباب الفرق لان يعني. هو الزمالك قدامه 3 اوبشن، يعني ممكن عندك الزمالك قدامه فيوتشر، وقدامه ريفر يونايتد، وقدامه استاد مالي. لو هرتبهم بالترتيب فنيا، الاس المفروض على الورق الاسهل ريفر يونايتد، بعد كده استاد مالي، فيوتشر هو اصعب خصم للزمالك فنيا. يمكن بس ان اقامه اللقاء في مصر، يعني لقاءين الزمالك وفيوتشر، ان الزمالك يلعب اللقاءين في مصر
وان اللقاء الاول هيبقى في رمضان هي الحاجه الوحيده اللي تدي ميزه شويه ان الزمالك يقابل فيوتشر، ان هو اللقاء بدل ما يروح يلعب في مالي او بدل ما يروح يلعب في نيجيريا لقاء في نهار رمضان صعبه شويه، بس فنيا الفرقتين دول بعيدين تماما عن فيوتشر. فيوتشر بيدربه تامر مصطفى. انا عايز اقول لك كريم بهزار، يعني كنت معاك في كوره بلس، فكنا بنتفرج على لقاء الزمالك والداخليه، فجت الكاميرا على، كان ساعتها في نفس التوقيت ماتش سموحه وفيوتشر تقريبا، فجت الكاميرا على سموحه وامبي على انا ملخبط ليه مودرن فيوتشر مظبوط، فجت الكاميرا على تامر مصطفى، فانا قلقت ان هو يعني ايه اللي جابه يعني لان تامر لقاءاته مع الزمالك الراجل بيعرف جدا يواجه الزمالك فهو اعتقد هو مدرب قدير يعني بيعرف يقفل فاعتقد من المنافسين مع فيوتشر فنيا، انا بقول لك العوامل الثانيه زي ان الزمالك يلعب اللقاءين على ارضه في صالح الزمالك، بس فنيا كوره فيوتشر هو اصعب تاني ممكن يقابله الزمالك. طب بالنسبه لفيوتشر الزمالك هو اصعب اول ممكن يقابله. ليه؟ الزمالك عنده تفوق اوريدي على فيوتشر في كل اللقاءات اللي جمعت الزمالك بفيوتشر. النقطه الثانيه هيلعب ماتشين في يعني الماتش اللي في ارضه هو خسرانه جماهيريا، هيلعب مقارنه الزمالك بنهضه بركان بدريمز، لا ممكن يرتب لي فيوتشر الافضل لفيوتشر ان يلعب دريمز، بعد كده نهضه بركان هو خصم قوي برضه، ثم الزمالك كترتيب الصعوبات. فانا اعتقد ان المجموعه اللي فيها دريمز وريفر يونايتد هي افضل مجموعه الزمالك وفيوتشر يروحوا يتسوقوا منها يعني. حلو حلو، ده كلام محترم جدا. نروح على ماتش الكاس. يلا بينا نروح على ماتش الكاس. الاهلي المواجهه دي شايفها ازاي؟ ماتش ممكن الناس دايما تشوف ان في الوقت الحالي كفة الاهلي اكثر ميلا، لان الفريق مستقر اكتر مع مدير فني بقاله سنه ونص، خلاص اللعيبه حافظت طريقه لعبه، لكن انا بشوف ان الاهلي عليه الضغط الاكبر من الزمالك. الاهلي مطالب بالفوز جماهيريا بحكم الاستقرار وبحكم الزمالك مطالب بالفوز جماهيريا، مطالب جدا. بس هقول لك حاجه، الزمالك معاه مدرب هيلعب ماتشه الرابع وصفقات لسه جايه من ما كملتش شهر. تقصد ان الزمالك لو خسر عنده عذره، الاهلي ما عندوش عذره، ما عندوش عذره. انت في الاخر انت مستقر، وان كنت تتصور انه جماهير الزمالك مش هتدي عذر لاي حد، ده طبيعي. بس في الاخر انت لما تيجي الاهلي كسب الزمالك، فانت جيت قلت لا جوميز واخطا، فاول رد ايه؟ ده رابع ماتش ليه. لسه لحد دلوقتي الراجل لعب 3 ماتشات، بيجرب في كل ماتش لسه عايز يشوف اللعيبه اللي بتشارك، عايز يشوف كل لعيب يقدر يقدم ايه، بيغير تغييرات كتير جدا جدا، ولسه بيتعرف على لعيبه الزمالك كقوام للفريق. قبل ما نخش الهوا قلت لي الاهلي تخلص من مشكله كانت عنده الموسم الماضي. الاهلي كان عنده آفة الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، لكن خلينا نختصرها في موسم مارسيل كولر. الآفة اللي كانت بتصعب كل حاجة على الاهلي، رغم ان هو كان بيحقق كل البطولات، لكن اللي كانت مصعبة كل حاجة على الاهلي هي اهدار الفرص. وطبعا ده كان معاها منادى دايما من جماهير النادي الاهلي ان لازم يتعاقد مع مهاجم قوي. فلما نيجي نبص على ارقام النادي الاهلي التهديفيه ما بين الموسم اللي فات والموسم الحالي مقارنتها بالاهداف اللي كان المتوقع تسجيلها، لما نعرضها مع بعض هنلاقي الموسم اللي فات الاهلي سجل 63 هدف في بطوله في الموسم اللي فات، الاهداف المتوقعه ل 106 هدف، ده يعني سجل بمعدل 59% بس من اللي كان متوقع ليه يسجله الموسم اللي فات في الدوري. طب لما نيجي للموسم الحالي، في المباريات اللي الاهلي خاضها من بدايه الموسم الحالي الاهلي سجل 30 هدف، كان متوقع ليه ان هو يسجل 23.2 بس هدف، يعني الاهلي متخطي ال 100% من الاهداف المتوقعه، مسجل اكتر من المتوقع منه. الاهلي كان متوقع منه في الماتشات كلها قول يسجل 24 هدف، هو سجل 30. فدي كانت مشكله كبيره جدا جدا بتواجه مارسيل كولر، دي اللي كان هو بيطلع في كل وقت وكل مؤتمر صحفي يقول انا طلبت من الاداره ان انا محتاج مهاجم. ورغم كده ما زال هناك تحفظ جماهيري على مهاجمين النادي الاهلي، تحديدا على موديست، وغياب كهربا دلوقتي وسام ابو علي لسه هو بياخدوا خطواته الاولى، وان كان في بشاير بالنسبه للمهاجم، بس لسه برضه الاهلي ما حلش المشكله بتاعت المهاجم. لكن انت بتقول لي انه حل المشكله بتاع الهجوم. لما نيجي نبص برضو حتى مشكلة المهاجم، أنا بشوف برضو بيتم تضخيمها برضو شوية من جماهير النادي الأهلي. احنا لما نيجي نبص على مهاجمين النادي الأهلي في الموسم الحالي، احنا قلنا الأهلي سجل 30 هدف، هنلاقي أنتوني موديست مسجل 4 أهداف، محمود عبد المنعم كهربا مسجل 6 أهداف، ووسام أبو علي مسجل هدف، يعني مسجلين 11 هدف من 30 هدف، ده معدل كويس مش وحش. تلت الأهداف تقريبا وسام هدفين، وسام أبو علي هدفين، ف 12 هدف من 30 هدف، معديين تلت الأهداف في وسام ابو علي لسه جاي، موديست لسه كان في شكوك عليه. على الرغم من ده كله
المركز المهاجم في النادي الاهلي مساهم ب 12 هدف، يعني 3 اهداف كان ممكن يبقى نص الاهداف مسجلها مركز المهاجم في النادي الاهلي. فبشوف ان في مبالغه شويه او تضخيم لفكره ان في مشكله كبيره في مركز راس حربة النادي الاهلي. هي في مشكله في مركز راس الحربة عموما، انا شايفها في مصر عموما، يعني في الدوري المصري او في للمنتخب هو في مشكله في مركز راس الحربة. الموضوع تم تضخيمه عند الاهلي بسبب الصفقات المتتاليه في مركز المهاجم اللي ما نجحتش. ممتاز. جوزيه جوميز في المواجهه القادمه امام النادي الاهلي مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه في رايي انا تطويل الجيم على قد ما يقدر. انا متفق مع ابراهيم ان الاهلي هو الطرف الفنيا الاكثر استقرارا، الاكثر استقرارا والاكثر معرفه كمدير فني بكل شيء. يعني جوزيه جوميز ده فعلا ده رابع لقاء بيخوضه، وفي مشكله لجوزيه جوميز هو ما خدش لقاء واحد شبه اصلا لقاء الاهلي. يعني مثلا ما عندوش ماتش زي بيراميدز، ما لعبش ماتش حتى اهلي جده الودي مثلا. تقصد ليفل كبير يعني، حتى ليفل ما فوق المتوسط. صحيح. يعني الاسماعيلي فريق ممتاز كاسم نادي يعني. تمام. ولكن الحلق وحتى طريقه الجيم اللي لعبه الاسماعيلي، كابتن ايهاب جلال ساب الكره لجوزيه جوميز، فده مش ده الجيم اللي هيواجهه في الاهلي خالص. فبالنسبه لنا يعني جميع المتفرجين، الناس اصلا عايزه تشوف جوزيه جوميز بيدافع ازاي، واحنا لغايه دلوقتي ما حدش، الزمالك ما خدش اصلا غير 3 دقايق قدام الداخليه بعد التقدم. حتى يعني في ماتش ابو سليم هو تقدم، بس طرف فريق مش بيحاول يهاجم الزمالك وفريق بعيد. فتعال نشوف عموما يعني شكل الزمالك مع جوزيه جوميز على الورق في لقاء الداخليه كان عامل ازاي. متوسط التمركزات هو لعب بشكلين، الشوط الاول كان بشكل الراس الحربه متمركز، دي هنا المجموعات خلاص احنا خضنا فيها. لو يعني ننتقل سريعا، عموما كان راس الحربة ناصر منسي بيلعب قدام، هنا ناصر منسي قدام قوي، وفي محاولة لإشراك عدد كبير من اللاعبين الوسط في تركيز ان تأمين الناحية اليمين بالزناري، والناحية الشمال هي الناحية اللي بيهاجم منها الزمالك، وفي عدد كبير من لعيبة الكورة في خط الوسط. ده كان الشكل، الشكل ده ما كانش فعال في اللقاء الداخلية في الشوط الأول، لأن أنا بقول إن كان مش داخلية مش لقاء الأهلي، عشان تبقى نفس التكرار، كان ده الشكل في الشوط الثاني. الزمالك على ضغطه، استخدم عبد الله السعيد في مركز 8، فبدا الزمالك يعلى بشكل الفريق هجوميا، اوراق كتيره تبقى قريبه من المنطقه، واستخدم عبد الله في اخراج الكره. طيب في لقاء الاهلي الزمالك هيبقى مطلوب منه ايه؟ الزمالك في رايي انا في لقاء الاهلي مطلوب يطول الجيم، يلعب بتركيز جدا على، مش لازم يضغط عالي. الاهلي من الفرق اللي بتعرف جدا تخرج بالكوره، عنده معلول بيخرج بالكوره بشكل كويس، محمد عبد المنعم كمدافع بيخرج بالكوره بشكل كويس، لعيبه خط الوسط الاهلي مميزين في النقطه دي. فالزمالك محتاج يسيب اول 30 ياردة للاهلي ويبتدي يقفل بعد كده، ولازم الالتزام الكامل من لعيبه الزمالك اللي هي الموكله ليها التلت الاخير ترجع وتبقى بتساهم جدا في الواجب الدفاعي، سواء ضغط على ثلاثي وسط الاهلي المميزين جدا او اجنحه الاهلي، عشان ما يحصلش الحته اللي الاهلي بيعمل عليها دايما، تلاقي 3 من الاهلي بيعملوا دايما زياده عدديه في الناحيه الشمال، ما تبقاش عارف مين الوينج روتيشن الاهلي بيعمله بشكل كويس جدا، هو عنده معلول، عنده حسين الشحات، عنده امام عاشور، في 2 بيساهموا في تحضير اللعبه، وواحد هتلاقي ضرب المساحه اللي دايما بين المساك وبين الباك، اللي هو بين المساك اليمين حمزه المسلوسي والباك عمر جابر. فالزمالك عنده اسئله كتير جدا هيواجهها في لقاء الاهلي، منها برضو ان ازاي يخرج بالكره تحت الضغط العالي الاهلي بيمارسه من عن طريق وسام ابو علي، وعموما الاهلي من الفرق اللي بتضغط كويس. فالزمالك في رايي انا يلعب على تطويل الجيم، خطوط متقاربه، يلعب بقى على الكره الطويله اللي الزمالك ممكن بيساهم فيها. تعالى في برضو الزمالك عنده الكره اللي هي الكرة الهدف، ناس كتير اتكلمت ان ده شبه كوره في التدريب الزمالك جابها، لا انا عايز اقول لك ان الزمالك يا كريم عملها اثناء الماتش نفسه في ماتش الداخليه محاولتين، اللي هو الزمالك محتاج يستخدم عمر جابر وفتوح في الحته دي، ويخلي دايما وناجل جوه الملعب. حتى شباب اللقطات على طول، اللقطات اللي هم اللي شبه الجون، الزمالك حاول في الكوره دي اكتر من مره يعملها، اللي هي تلعب يجمع لعب كتير في المنطقه دي. وشوف يا كريم، هي كرة الجون الناس كلها عارفاها، بص هي مش دي، كانت نفس المحاولة هنا، بس هي طلعت طويلة شوية من رجل عبد الله السعيد فما ظبطتش، بس هي نفس المساحة اللي الزمالك بيلعب عليها. المحاولة التانية كانت بعديها في نفس الثواني، ده ما فيش ثواني، والزمالك حاول تاني بنفس اللعبة وهنا وصلت ساعتها لمساك الداخلية لعبها، بعد كده وصلت لزيزو اللي عملها بالمرمى وحارس الداخلية طلعها، دي نفس كرة الجون. الزمالك عنده دي، ممكن لو الزمالك ركز ان يضرب بيها الناحيه الشمال فقط في الاهلي،
اللي فيها علي معلول الكرة دي ممكن تسمر لو الزمالك قادر يستخدم فيها زيزو وعمر جابر وزيزو يبقى جوه الملعب ياخد معلول لجوه ويلعب على المساحة اللي وراه دي المساحة الوحيدة اللي في الأهلي بتفضل مساحة لضرب الأهلي منها ولكن إن الزمالك ينزل يلعب الجيم المهيمن المسيطر ما زال الزمالك ما انتقلش في تكوين فريقه ولا الاندماج بين الصفقات الجديدة وبين فكر جوميز إن هو اللي ينزل يلعب جيم مسيطر حلو هجوم النادي الأهلي المباراة اللي جاية في وسام أبو علي ولا في مودست؟ بشوف وسام أبو علي أعتقد هو الحل لمارسيل كولر والفكرة اللي عايزة مارسيل كولر من المهاجم وسام أبو علي بالنسبة لي هو أشرس مهاجم أنا شفته في النادي الأهلي من بعد وليد أزارو وأنا يعني أقصد كلمة أشرس هو لاعب شرس جدا 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 من غير الكوره يعني في الحاله الهجوميه الاهلي هو لاعب دايما بيبحث على المساحه دايما بيقطع ورا الدفاع لكن شراسه وسام ابو علي الحقيقيه الكبيره جدا جدا في الضغط مارسيل كولر من اول ما جه مع النادي الاهلي هو بيحاول دايما يضغط عالي بيحاول دايما يخلي الخصم مش قادر يخرج بالكوره من الخلف بسهوله بيجبره ان هو يلعب الكرات الطوليه وهو ده هيلاقيه في وسام في وسام ابو علي لما اروح لحالات الضغط بتاعه وسام ابو علي هنشوف قد ايه ان احنا قدام مهاجم شرس جدا جدا في الحاله الدفاعيه ودي ميزه كولر كان مستنيها كتير جدا من المهاجم بتاعه عشان يساعده في ان هو يطبق الفكره بتاعته فوسام ابو علي انا بشوفه مهاجم شرس جدا جدا في ماتش الزمالك تحديدا زي ما خليفه شرح من شويه ان الزمالك في الاساس عنده مشكله واضحه في الخروج بالكره تحت الضغط يعني هنا لما نبص على وسام ابو علي بص شرس جدا في الضغط وذكي في الضغط يعني دايما هتلاقيه بيضغط بميل ان هو يقفل على اللاعب اللي معاه الكوره ان هو يطلع بالكوره في عمق الملعب هتلاقيه دايما شرس في الضغط مره واثنين لحد ما يغلط اللاعب دي لقطه في اول خمس دقائق في المباراه بعد ما هو سجل الهدف هنروح للقطه اللي بعديها هنلاقي وسام ابو علي برده بيضغط وبيغلط اللاعب عند منطقه الجزاء شراسه قويه جدا بيغلطه مره الكره رجعت هيضغط تاني وهيفضل يقف عشان يقفل زاويه التمرير فيجبر اللاعب ان هو يطلع بالكره بالشكل ده ويزنق الحارس بتاعه فهو احنا قدام مهاجم شرس جدا اتوقع ان هو ده اللي مارسيل كولر عايزه من غير الكره تحديدا عشان يطبقه مودست انا يعني الاجابه دايما هي اللغز بتاع مودست هو مودست فعلا سيء ولا مودست مصدوم خلينا ان احنا نحط كل حاجه في نصابها الاهلي راح تعاقد مع مهاجم بشوفه في اخر مسيرته الكرويه بالتالي انت قدام مهاجم عنده ميزه او اتنين لازم تلعب عليهم عشان تظهره مودست لما جه مع للنادي الاهلي اكبر ميزه عنده ان هو مهاجم صندوق قوي جدا جدا في التحرك داخل الصندوق فانت لازم تستفيد من النقطه دي لما نيجي نبص لاخر موسمين لمودست قبل ما ينتقل للنادي الاهلي موسم كولن 2021 2022 مودست سجل 20 هدف منهم 10 اهداف بضربات راس بعدها راح لبروسيا دورتموند كان بديل سجل 4 اهداف مع الفريق كلهم بضربات راس طب هل كولر بقى حاول يستغل ده في انطونيو مودست احنا كده قدام بروفايل مهاجم هتحتاجه في ماتشات معينه بتلاعب فيها فرق متكتله دفاعيا بشكل كبير جدا وانت مجبر على لعب الكرات العرضيه عشان تكسر التكتل ده فانت محتاج مهاجم صندوق قوي في ضربات الراس هل كولر فعلا بيستخدم مودست في بالشكل ده لا هو الحقيقه انا بشوف ان كولر كثرة اعتماده على مودست في ماتشات مش بتاعته ماتشات الاهلي بيلعب فيها على التحولات ماتشات الاهلي بيبقى عايز من المهاجم انه ينزل في عمق الملعب ويستلم ظلم مودست واظهره بشكل مش جيد خالص واظهره ان هو لاعب مش قادر يقدم الاضافه لانه هو خرج من الزون المفروض تظهر امكانياته والبروفايل بتاعه اللي يقدر يجيد فيه مع النادي الاهلي في الوقت الحالي على الرغم كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مودست مساهم فيه 6 اهداف والنقطه والميزه المهمه جدا عند مودست لما نيجي نبص على ارقامه مع النادي الاهلي ان هو في الالتحامات الهوائيه بيفوز ب 57% من الالتحامات اللي بيطلع فيها فانا بشوف ان انطوني مودست مهاجم ممكن ما يكونش سوبر مهاجم مش متكامل للنادي الاهلي لكن انت رحت جبت مهاجم خبره مخضرم في اخر مسيرته عشان تستفيد من نقطه معينه عنده وانت محتاج فعلا في ماتشات ممكن لحد دلوقتي الاهلي مش محتاجها بروفايل مهاجم صندوق قوي جدا في الالتحامات الهوائيه هيما انا بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونورت شكرا جدا خليفه شرفت ونورت كالعاده بشرفت معاكم عبد الرحيم حبيبي يا رب يخليك اختتام حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب على خير